شاهد الانغام رحبوا بكم ونقول لكم صباح الخير يا احلى ناس يا احلى مشاهدين يا احلى جمهور واحلى ناس اللي تابعونا عبر قناه الشروق العامه احلى قناه في احلى صباح اللي هو صباح الشروق. نلتقي في عدد جديد من ايام الثلاثاء كما تعودت عليها. يوم الثلاثاء من صباح الشروق يكون غني ومتنوع بالمواضيع اللي تهمكم. رانا في فتره امتحانات التعليم المتوسط، نسال الله انه ينجح كامل الابناء ديالنا اللي راهم هذه الايام سريسين ومخلقين وخايفين، ولكن ان شاء الله ديروا ثقتكم في الله عز وجل وثقه في نفسكم، لانه واش رجعتوه في الموسم كامل واش رجعتوه في الايام الاخيره هذه حتما راح يجيب النتيجه، وتفرحوا به الوالدين ديالكم وكامل الناس اللي يحبوا لكم الخير. مرحبا بكم ونقول لكم صباح الخير عليكم في هذا العدد تاع يوم الثلاثاء 7 جوان، اليوم الوطني للمطالعه والكتاب والمكتبات. فان شاء الله في هذا اليوم، بما انه يوم علم، بما انه يوم ثقافه، بما انه يوم قراءه، ان شاء الله كامل الناس اللي راهم يشاهدوا فينا نتمنوا لهم النجاح في كل ما هو تعليمي في كل ما هو تربوي، بما انه اليوم راح تكون مواضيعنا خلينا نقولوا جانبها متكيف مع هذه الايام اللي رانا نعيشوا فيها. رحبوا بكم وبلا ما نطولوا عليكم نشوفوا اهم العناوين اللي راح نتناولوها واياكم في عددنا لنهار اليوم. بعد الحديث عن التغذيه عند الام المرضعه والرضيع، اليوم التغذيه عند الطفل في برنامج صباح الشروق. وفي موضوعنا الرئيسي بحضور ضيوفنا مسؤولية المواطن في المحافظة على الممتلكات والمرافق العامة. وكما تكلمنا منذ قليل على الامتحانات والفترة اللي رانا فيها، نتكلم من الجانب النفسي والاستعداد كما يجب للامتحانات. لما نقول امتحانات ما ناش نتكلموا فقط على شهادة التعليم المتوسط ولا شهادة البكالوريا، نتكلموا كذلك على الامتحانات عند الطلبة تاعنا اللي في الجامعات الجزائرية. ربي ينجحهم ان شاء الله ويشوفهم هكذا ناس كبار يحملوا راية هذا الوطن. نتكلموا كذلك على الامتحانات ديالهم بما انه فيه جامعات اللي بدات الامتحانات عندهم. فاليوم مع الاستاذة المختصة النفسانية الاستاذة سمية الطراوي راح تعطينا بعض الطرق ربما نستعدوا منها في الجانب النفسي. بزيادة على هذا نتكلموا على التغذية مع المختصة تاع التغذية ديالنا جيهان ابراهيمية اللي تحضر معنا كل يوم ثلاثاء. اليوم المسلسل تاعها نكملوه مع بعض بما انه كنا بدينا معها تكلمنا على التغذية عند المرأة الحامل، التغذية عند المرأة المرضع، التغذية عند الرضيع. اليوم نطلعوا شوية في العمر ونتكلموا على التغذية عند الطفل، كيفاش لازم وش لازم، كيفاش نحبوه كذلك في بعض ربما الخضر والفواكه اللي هو ما يحبهاش ولا الكوت تاعها المذاق تاعها يجيه ما يعجبوش، فكيفاش نقدروا نعطوا نديروا طرق حتى نولفوه هذا الأغذية. كذلك في برنامجنا اللي النهار اليوم في صباح الشروق حتحضر معنا الموهبة ديالنا في فن الديكور ماريا عيسو حتى تعطينا اليوم طريقة كيفاش نحافظوا على الرائحة الزكية والطيبة في الخزانات ديالنا، تعطينا بعض الطرق بالزيادة على ركن ما خلف العدسة أمينة ميلاس ودائما تحضر معنا مع الضيوف ديالها والمواضيع الثرية والغنية المتنوعة اللي دائما تحضر بها في يوم ثلاثة. يلا بما انه راكم حاضرين معنا ان شاء الله راكم في صحه جيده، ان شاء الله تكون الامور لاباس، نقولوا انه برنامجنا صباح الشروق انطلق. والحاجه اللي نحبوا نبداو بها دائما في صباح الشروق رياضه، نفعلوا البدن ديالنا. كوتش منير بوشاوي. صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام، صباح الحيويه والنشاط، لا موتيفاسيون، صباح الرياضه. نحن نبداو الفقره تاعنا اليوم الفقره الرياضيه مع الكوتش تاعكم منير بوشاوي قاعه سترونغ بودي باولاد فايت. اليوم واش راح نخدموا العضله المحبوبه للجماهير، يعني كاع في بوكو بليس ايزاجيريا اللي هو لو فونت. راح نخدموا عضله البطن، دي زيكزارسيس بازيك سامبل كيما عودناكم، نخدموا تمارين جد بسيطه اللي يقدروا كاع الناس يخدموها بدون اوزان، جست بلو فوا دي كور، نسحقوا طابي، عندنا قرعه ما والحاجه المهمه وشنو هي؟ لا موتيفاسيون والنشاط تاعكم والكور تاعكم. يلا نبداو في الشوفمون تاعنا بلا ما نطولوا، تمارين بسيطه. ثاني شوفمون وندخلوا في الموضوع. نبداو هنايا نطلع جونو دروات غوش. هنا باش نشوفيو شويه العضلات اللي راح نخدموهم اللي هما عضلات البطن. دروات غوش. 1 2 3 4 دائما كما قلنا وشنو؟ نحسبوا 10 ثواني.
تري بيان. دوكا وشنو سي انجليزي هنا دروات غوش نكاتي شويه لي جون نهبط يمين يسار نحسبوا نفس الشيء 10 خطوات من كل جهه باش ما نطولوش بزاف في الشوفمون ديالنا. واش نديروا دوكا؟ يلا طابي جيبوا لنا الطابي اللي راه عندكم اللي راكم موجدينو. الا ما كانش طابي ماشي لازم طابي، تقدروا في الله تخدموا تقدروا بزربيه سربيته اي حاجه، ليسونسيال ما تجيبوناش ليزكسكيوز الاعداد ماشي ملاح. الو نبداو بالتمرين الاول اللي هو نخدموا ايطوال، يعني الوضعيه تاع النجمه لي جون ديالي يكونوا ايكارتي ومكسلين ويديا نفس الشيء. راح شوفوا فيها لهنايا هنا واش ندير، نسيم ديكولي شويه باك لي زيبول تاعي باش نكون في لا بوزيسيون دو غيناج، لي برا ديالي يكونوا ايكارتي ونسيم نريزيستي في الوضعيه هذه، لي بوين دي في تاعي يكونوا مطبعين لقدام ما نديرهمش هنايا هنا باش نكون نزير بيان لو فونتر ديالي ويديا يكونوا مفتوحين نفس الشيء. هنا نسيم نريزيستي عندنا من 10 ثواني بورتي على بالي التمرين شويه صعيب، من 10 ثواني 20 ثانيه حتى 30 ثانيه كل واحد المقدور ديالو. تري بيان، هذا بالنسبه للتمرين الاول. نروحوا للتمرين الثاني، نروحوا للتمرين الثاني واش ندير فيه؟ عاود نقعد في نفس الوضعيه، يدي يكونوا لهنايا، لي جون ديالي يكونوا طوندو، نديكولي شويه لي زيبول تاعي ونخدم هنايا دي بتي باتمون هنا الاعلى الاسفل، لي بوان دي بي تي يكونوا دائما كما قلنا القدام. هنا نفيكسي رقبتي ما نبقاش نطلع ونهبط باش ما توجعنيش. نفس الشيء نحسب، هنا حنا نخدموا اليوم بالوقت، نحسب من 10 ثواني 20 ثانيه 30 ثانيه كل واحد والنيفو تاعو، كل واحد واش يقدر، متقدمين ولا راهم معنا اجور يعني يخدموا معنا كل يوم يقدروا يخدموا حتى 30 ثانيه. هذا بالنسبه للتمرين الثاني، التمرين يعني ندير حتى لوبسيون فاسي الناس ما تقدرش، ماشي لازم نطلع لي جون تاعي، نقدر نخدم هنا وحده بوحده هنا نحطها نطلع لا دوزيام هنايا ونطلع لا دوزيام. هذا بالنسبه للناس اللي ما تقدرش، الناس اللي راهم يعني خلينا نقولوا مبتدئين. تري بيان، يبدا يبقى لنا لو تروازيام اكزرسيس، راح نطلع لي جون تاعي هنايا 90 درجه كما راكم تشوفوا الزاويه تاع 90 درجه ونفيكسيهم بيان، يدي يكونوا مفتوحين. واش ندير؟ راح نسيي نطلع نقيس لا شيفي ديالي هنا ونعاود نهبط 2 ونعاود نهبط. يدي يجيو توجور من الاكستيريور، ما ننساش التنفس تاعي باش ينقص عليا شويه الالام على مستوى البطن. الناس اللي ما تقدرش ماشي لازم نطلع لي جون تاعي هكا 90 نقدر لتحت برك هنايا ونسي نتوشي لي جونو تاعي برك، ماشي لازم نطلع لفوق هنا. هذه سي اوبسيون فاسي تاع التمرين نفسه. هاد الناس اللي عندها يعني خلينا نقول وزن زائد ولا، حنا دائما نعطوهم الفرصه باش يخدموا معنا باش ما يكونوش دائما كاين اعذار بالنسبه كاع الناس. هذا كان اخر تمرين، ثلاث تمارين بسيطه مفيده كاع تقدروا ديروهم، ما ياخذوش وقت بزاف بزاف، يعني تقدروا ديروهم ثلاث خطرات في الاسبوع ولا دائما في لافان دو سيونس تاعكم. واش نديروا؟ دائما كما قلنا واش لازم؟ ديزيتيرمون في اخر حصه رياضيه ولا فقره رياضيه نطبع بيدي لو سول لهنايا، نسي نكسل بيان حتى وين نحس يعني تمديدات على مستوى البطن. تري بيان، هنايا دي فاس نسي نطبع الآلة هنا، نجبد الكوتي نحكم بواني غوش ونجبد فير لا دروات. واش نقول لكم؟ ان شاء الله تكونوا تبعتوا معنا كما قلنا، ان شاء الله تكونوا تبقاو اوفياء للبرامج والفقرات اللي مازالوا معنا في الحصه صباح الشروق. واش نقول لكم؟ انا مابقى لي نقول لكم نعطيكم موعد الفقره الجايه ان شاء الله. اتهلا في روحتكم وابقوا على خير والسلام عليكم. الكوتش منير بوشاوي فدنا ببعض الحركات الرياضيه، ودائما ما نحب نقولها، الناس تحب تمارس رياضه لازم تسخين العضلات تسخين الجسد كما يجب حتى نمارسوا الحركات بدون ما نتعرضوا لاصابات ولا حاجات عضليه. يلا بعد تنشيط البدن الان تنشيط الروح بالكلام الجميل والكلام الطيب في الدين معامله. دين معاملة نهار اليوم في يوم الثلاثاء، احضر معنا الاستاذ الامام الشيخ مفتاح الزوز. صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا استاذ المشاهدين. مرحبا شيخنا.
مع الأسف اليوم راح نتكلم على ظاهرة شائعة بكثرة، ليس في الجزائر فقط ولكن المجتمعات العربية كامل ظاهرة فيهم هذه الظاهرة، ظاهرة مش مليحة. كامل الناس تنبذها، كامل الناس ما تحبهاش، ولكن لازم نتكلم عليها لأنه حساسة نوعا ما، والناس بزاف تتعرض لأذى من خلالها. اليوم اخترت شيخنا مفتاح الزوز أنك تتكلم على ظاهرة السحر والشعوذة. نعم، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين. نعم، موضوع مهم جدا، ونحن ديما نحاول نخير المواضيع اللي راه موجودة في مجتمعنا وضرة المجتمع تاعنا، ولازم نتكلموا عليها ولازم نحذروا الناس منها ولازم نعرفوا الناس بأحكامها الشرعية، لأنه بعض منا ربما حتى الآن راح نتكلموا على السحر والشعوذة، من الناس من يمارس بعض انواع السحر ويظن انه حاجه مليحه، قال انا لاحبب لا لاطبب كما يقول. السحر كفر، السحر كبيره من كبائر الذنوب، السحر من الموبقات التي عدها النبي عليه الصلاه والسلام من الموبقات، السحر والشعوذه تحالف مع الشيطان، هذا بصريح العباره باش نبسطوا من معنى السحر ومفهوم السحر وحكم السحر. نقول لك السحر والشعوذه هو تحالفك مع الشيطان، لانه بدون تحالفك مع الشيطان لن يؤثر هذا السحر. العاقل اللي عنده عقل ويخمم به يتوقف هنا، ربما لما يسمع هذه الكلمات يدي فكره. هو السحر لا يمارسه عاقل، لانه الذي يمارس السحر هو قد تحالف مع الجن ومع الشياطين فيصير في حكمهم يعني. فهو شيطاني المنبتي وشيطاني الاقدام والتصرف يعني. هو انا قلت لك ما يقدرش ياثر هذا الانسان بدون ان يتحالف مع الشيطان، وطرق التحالف عندهم معروفه، لا بد ان تكفر كفرا صريحا بواحا، وقد يستمر هذا الفعل الكفري 40 يوما او اكثر من ذلك وشهور وانت جالس في العمر كذلك. نعم، لا قصدي المرحله الاولى التي تدخل فيها في التحالف، صح، ثم بعد ذلك تصير عبدا لهم واسيرا لهم ويتلاعبون بك كيف يشاءون. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. هكذا استمتعت بك الشياطين وانت استمتعت ب دخلت شويه دراهم وانتقمت من الناس واذيت الناس وبردت وشي قلبك من الغل والحقد وبعض المطامع والمصالح الشخصيه، والشيطان استمتع بك لان جعلك كافرا وجعلك تدخل كثير من الناس في الكفر، لانه هذوك الناس اللي راهم يمشوا الان الى الصحراء ان كانت الاحكام الشرعيه تختلف فيهم، ولكن قال النبي عليه الصلاه والسلام: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاه 40 يوما، وان صدقه يعني ودخل معه في العمل والحق الضرر بعباد الله وبخلق الله. وانتم ترون في المجتمع كثير من ما لحق الناس من الضر، سواء نضر في الأنفس، سواء نضر في الأبدان، سواء نضر في الأموال، سواء تفريق الأزواج الطلاق ونحو ذلك والتنفير، سواء تفريق العوائل. نعرف حالات الولد لا يتكلم مع أمه، نعرف حالات الولد يعني غاب عن بيته نتيجة التأثير السحر والشعوذة سنين، نعرف ناس ماتت من آثار السحر يعني صار مرضا بدنيا، لأن السحر هذا لما يؤكل أو يشرب فإنه يحدث التهابات كما يقولون، أو يحدث أضرارا في البدن في البطن أو في غير البطن فيحدث تعفنات، لأنه هو مس شيطاني، هذا السحر يحرسه الشيطان، فالشيطان هو من مارج من نار، فإذا صار هذا الشيطان يحرس هذا السحر فيك وبداخلك فإنه يحدث ضررا بدنيا. ومعظم الأورام، كثير من الأورام التي تصيب الناس معظمها إن لم نقل والله لا معظمها نتيجة تأثير السحر والشعوذة والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى ويصف حال الساحر ومتعلم السحر والعياذ بالله. المشكلة الآن بكري كانت السحر تفعله امرأة معينة في مكان بعيد ربما ويذهب الناس إليها باستحياء، لكن الآن صار السحر في اليوتيوب، يعني تذهب الى اليوتيوب تدير نوع من انواع السحر، انا حبيت ندير كذا حبيت ندير كذا، فتجد طلاسم معينه وكذا، والله المستعان. لا يهمنا انتشاره بقدر ما يهمنا معرفه حكمه الشرعي، وهو انه كفر مخرج من المله، وربما على اختلاف العلماء في توبه صاحبه،
اختلاف في توبة صاحبه، قد لا ترزق التوبة حتى حبيت التوب لا ترزق التوبة. فهذا الذي ينبغي أن نبينه للناس، لأنه انتشر وذاع وطرقه صارت سهلة. قلنا بكري كانت مقصودة الحاجة ولا وقتك الحال نعم نعم كان يعظموها كانت مقصودة أشخاص معينين، الآن لا، انتشر يلا جرب عقد معينة وانفذ في عقد معينة ومشى الأمر يعني، وتحالف مع الشيطان، وسبحان الله حتى هذا الشياطين جاهزة للشر، حتى وفعلتها ببساطة فإن الشيطان يستجيب لك، لأنه جاهز للشر، جاهز للأذى، جاهز لأن يوقعك في الشرك والهلاك. قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لأن الشياطين كذبت على سليمان فسمته وقالت هو يعني ترك كتب السحر. قال الله سبحانه وتعالى يبرئ سليمان عليه السلام ويتهم الشياطين بعملهم الخبير، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. حتى الشيطان إذا أردت أن تتعلم السحر ينصحك يقول لك هذا العمل كفر فلا تفعل، فيتعلمون منهما أي من أنواع السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا نوع من أنواع السحر، قلنا والسحر سحر تفريق، والسحر سحر تمريض، والسحر سحر جنون، والسحر سحر تخييل. الناس مساكن راهم في حالة، الناس في ضياع في هلاك، من ناحية الدراسة، من ناحية ضياع في الرزق، من ناحية ضياع في الصحة، من كل النواحي، تعطيل وتشتيت من جميع النواحي، نسأل الله العافية. لكن باب الله مفتوح، والاستعانة بالله واجبة، والتوكل على الله لازم، فلا بد للإنسان أن لا يخاف هذا الأمر، وأن يقدم على الله عز وجل بقلبه وقالبه، بقلبه أن يعلم أن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أن هذا الأمر إنما أصابك لأنه كتب عليك، هم الخاسرين، هم الخاسرين، كل اللي دار لك الشيطان اللي معه. لكن أنت مؤمن مصاب مبتلى، فأنت والله أنت في خير وفي نعيم، لأنك قد تكون غير مكلف، لأن هذا المجنون إذا صار مجنونا سبحان الله حالة من الحالات، الرجل فقد الوعي 4 سنوات يعمل ويمشي ويلبس ويحوس، ولكن لما مشينا معه كذا وبعد علاج قال أنا ما مشفيت على كورونا، مشفيت الحراك، مش كأنه كان غيبوبة، نعم ما عش على الأحداث. فقد أنت الآن ربما قد يرفع عنك القلم لأنك في حكم مجنون، أنت الآن مو مسحور يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، وفهكذا قد يغيب شيء من الإدراك، فأنت مرفوع عنك القلم أو جزء من الرفع، لكن هم الخاسرين. فأولا توكل على الله عز وجل، ثانيا اعلم أن هذا من المصائب واصبر على ذلك، واصبر على ما أصابك، ثم ارجع إلى الله جل وعلا بالدعاء أو بالرقية الشرعية، أو حذر من هذا المنبر الهادف، احذروا من أشباه الرقات، احذروا من أشباه الرقات. كثير من الناس يتصنعون ويتلبسون باسم الرقية الشرعية، والأدهى من ذلك أنهم مشعوذين، والله العظيم زيهم زي رقات وأئمة، يعني زيهم زي أئمة ومشايخ، ولكن قالبهم يعني باطنهم شر شعوذة والعياذ بالله. كثير من الأشخاص، أنا أتكلم عن واقع، نحن نعيش ونتكلم عن واقع عشنا، احذروا أشباه الرقات، إذا وجدت فيه تصرف مشبوه معين أو كذا أو أسئلة معينة والمقام لا يتسع لبسطها فانصرف، توكل على الله جل وعلا. والله قد دعوة فجرية، دعوة في الفجر أو في الثلث الأخير من الليل قد ترفع ضرك وبأسك. قال أيوب عليه السلام ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، دعوة قد تلهج بها إلى الله جل وعلا قد تذهب ضرك، وقد يرسل الله عز وجل من جند الله من يذهبون ضرك. فتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لماذا الحي القيوم مؤثر في الرقية؟ لماذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ لأنك لما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لقد لهجت باسم الله الحي القيوم، حي لا يموت. قد يغفل عنك الطبيب ويعجز عنك الطبيب ويسأم منك الطبيب، لكن إلجأ إلى الحي القائم القيوم الذي سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام ولا يسهو ولا يعجز ولا يضعف، توكل على الحي القيوم. فعليك بالتوكل على الله جل وعلا ودعاء الله سبحانه وتعالى بالشفاء، ثم عليك بالرقية المعروفة الشرعية. سبحان الله، نحتاج إلى أوراد معينة من الرقية وأذكار معينة من الرقية. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاءه جبريل بثلاث صور،
احنا نستصغروها، نستهين بها، ما عندناش، ما نقدروش هذا القران الكريم، ما نعظموش هذا القران الكريم. انما جبريل جاء يرقي النبي عليه الصلاه والسلام لما سحر، وطبه ذلك اليهودي، سحره ذلك اليهودي بقول هو الله احد وسوره الفلق وسوره الناس. لو نقراها من قلب، من قلوبنا، من اعماق قلوبنا، توكلنا عظيم فيها على الله جل وعلا لحصل النفع، ولكن ما زلنا ما نتوكلوش على الله جل وعلا حق التوكل. فالرقية الشرعية عليكم أيضا بالحجامة، فإنها باب عظيم جدا للشفاء، خاصة من أمراض هذه الأخلاط، الأخلاط الفاسدة كما يسميها ابن القيم، يسموها أخلاط لأنه هذا السحر أخلاط كيميائية تؤثر في البدن وتؤثر في عقل الإنسان. وعلي أيضا بالحجامة، وأيضا إن وجد هذا السحر يفك ويرش بالماء المرقي، بالماء المرقي، ما تديروش طرق أخرى قد تتضررون بها أو منها، عليكم ماء مرقي ورش يفك، تفك العقد، لأن السحر في غالبه عقد، عقد ينفثها الساحر ويتلو كلام معين شيطاني، يعني ينادي به شيطانه. وسبحان الله، شوفوا الشيطان ما هوش ذكي، هو الشيطان حيلي يعني، إنما لكن تزداد قوة السحر وعظمة السحر كلما ازداد تقربك ونداؤك للشيطان، هكذا كلما عظمت استعانتك به ووقعت في شرك أكبر قد يصل إلى حد قتل الناس. يقول لك تقرب لي يقتل لي طفل، ولا اقتل لي فلان، ولا كذا، وتتضاعف الخدمة. فكلما كانت الاستعانة قوية بالشيطان وانصرفت عن الله جل وعلا كلما عظم هذا السحر. فيعني تفك هذه العقد وترش بالماء المرقي، هذا أيضا جانب من جانب الشفاء في هذا الموضوع، موضوع السحر. ونداء خاص، اتقوا الله عز وجل. يا لكان هذاك السحر تشوفوه مليح، بسيط، تحبيب، يسموه سحر التحبيب، والجلب، يسموه سحر التحبيب والجلب. اتقوا الله عز وجل، والله العظيم ما في السحر خير، حتى تشوف باللي انت راك تجلب، راح تزوج بين فلان وفلانه، وراح تربط بين فلان وفلانه، وعمل خيري، وتلقى هذوك سيتفلسفوا، واش راح ندير يا اخي، راح نجيب، راح نبنوا الدار ونزوج فلان من فلانه. كثير هذا منتشر، سحر الجلب صار منتشر انتشار النار في الهشيم. اتقوا الله عز وجل يا نساء المسلمين، السحر كله شر، وما زواج تم بسحر إلا وانتهى عاجلا أو آجلا. هذه تجربة، الزواج اللي مبني على السحر، جبت الراجل هذاك بالسحر وزوجتي بنتك بالسحر، والله سينتهي هذا الزواج، لن يكون زواجا سعيدا، لأنه الشيطان حاضر فيك وفيها، حاضر في الزوجين، لأنه هو الآن راهو عايش معاهم، لأنه موجود سحر بينهما. ثم اللي يخدم الخدمة هو الشيطان، وليس الود، وليس الألفة والمحبة والرحمة التي أودعها الله جل وعلا. إذن فالعلاقة الزوجية قد في غالب الأحيان لن تنجح وستنتهي، هذا مما نعيشه في مجتمعنا. فلا ينبغي اللجوء إلى هذه الوسائل، حتى التحبيب نشوفه احنا في الظاهر أنه حاجة مليحة، ولكن في حقيقته شرك وكفر، وفيه ضر على الأجسام وعلى الأبدان. كم من مسحور، هذا سحر التحبيب، مش السحر الآخر اللي فيه ضر حقيقي يعني. في أدية هذا سحر التحبيب يعود ضره على الأجسام، على الأبدان، أمراض عضوية موجودة، أنا نحكي واقع، وأمراض وعلاقة غير مستقرة، وعلاقة يعني ضعيفة، علاقة مملوءة بالمشاكل، لأن الشيطان هو الذي بناها، والشيطان لا يحب الخير للإنسان. هذا مما ينبغي أن نحذر منه، موضوع واسع وكبير جدا. صح. وخين أيضا بعض الأنواع الله العظيم من السحر، نسأل الله العافية، كسحر التفحيش، يعني التفحيش يعني إثارة الفاحشة في النفوس، حتى مثلا يشوف شاب أو شابة معينة يضع لها سحر معين حتى يوقعها في الفواحش، فتجد الشباب غارقين في فواحش وفي معاصي. لا نقول أنه كل هذا سحر، ولكن من أنواع السحر يعني سحر إيقاع الشباب في التفحيش، يعني أن يعينوا الشيطان عليهم، فيصير هذاك مأسور لدى الشيطان بهذا السحر، فيصير في هذا الباب باب التفحيش كما يقول، وأنواع كثيرة، نسأل الله العافية. طيب شيخنا، ربما أنت تكلمت الآن على السحر الذي يصيب الشخص مباشرة فيه، ولا وإحنا نشوفها ربما في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا حتى في الحالات اللي نلقاها في الأحياء الشعبية، سحر يصيب بيت بالكامل، يسمى سحر مشترك، هذا يسمى السحر المشترك، لأنه السحر قد يصيب الفرد وهو مقصود فرد واحد، كأن يصيب العائلة، فالعائلة تصاب كلها بالتشتت والنفور، لا تجدهم لا يجلسون على مائدة واحدة، غير موفقين لا في الدراسة ولا في الحياة ولا في الزواج، العنوسة وما أدرك ما العنوسة. والله أنا أتحدى، أنا أعيش ميدان وأحكي عن تجربة، أنا أتحدى غالب العوانس
روح شوفوا يعني جربوا الرقيه يعني الرقية. يتاثرون مباشره غالب نقول الغالب. نعم. طيب انت تكلمت على كيف يقي الانسان نفسه شخصه من هذا السحر، ولكن كيف نقي البيت ديالنا المحيط ديالنا؟ نعم، هي الوقاية تكون فرديه، كل واحد في الفرد في العائله الصلوات الخمس وآية الكرسي بعد الصلوات الخمس. اعطيها لكم نصيحه ويعني وصفه طبيه في هذا الباب. آية الكرسي: خلف كل صلاة فريضة حصن حصين بإذن الله تبارك. والصلاة بوقتها وإن كانت في الصلاة في الجماعة يعني للرجال. وآية الكرسي خلف الأذكار كلها، وآية الكرسي بصفة خاصة أذكار الصباح والمساء. يقول لك أنا ما قدرتش، يقول لك درنا ودرنا ودرنا ما قدرناش، فأقول لك لا تفشل، لأنه هذا الشيطان سيضعف مرة بعد مرة، بل قد يسلم في حالة من الحالات حتى وهو موجود هذا الشيطان أو الجن فيك، لكن نتيجة التزامك. والله العظيم بعض الجن حفظوا القرآن الكريم من المريض، وأنا أحكي عن تجربة، فحفظوا القرآن الكريم من المريض لكثرة حفظه، حفظوا بعض الأخر حفظت القرآن الكريم فأسلم شيطانها وحفظ ما يقولوش جنها يعني الجن الذي معه، وحفظ القرآن الكريم من عندها سماعا، ولكن ما قدرش يخرج لي أمور أخرى لأنه نفصلها في هذا المقام. فما تفشلش لما تقول لك ما درت، التزمت وصليت ودعيت وكذا، فأقول لك هذا الشيطان سيضعف سيضعف سيضعف، يجي يوم من الأيام سيفر لوحده، سينهزم لوحده. والله عز وجل قال: اجعلوها يقينا في نصب أعينكم وبين أعينكم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا تتخيلوا الأمر هول وأشباح، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وسينقلب السحر على الساحر يوما ما. هذا الساحر في حد ذاته، والله الذي لا إله إلا هو، هذا الساحر في حد ذاته الذي ترى أنت تخاف منه، تراه إمبراطور المنطقة يعني ربما. والله العظيم يعيش أهوالا، وأنا أعي ما أقول، والله هذا الساحر يعيش أهوالا، ومش مخلينه ترونكيل كما نقول إحنا. أكشوف أنت دار درام ودار فيلات ودار كذا، والله العظيم والله غير يتمنى حياتك، لكن ما قدرش يخرج من حياتك لأنه هو اللي دخل عالم الشيطان. هذه الدعاء من عندي، هو اللي دخل عالم الشيطان، وخاصة لما يكبر ويعجز سيعيش أهوالا أكثر، لأنه هذا الشياطين ستستمتع به، ويصل الاستمتاع في بعض الحالات إلى أمور قبيحة جدا، هكذا يتبلى ويولوا دايرين فيه رايهم بالعامية وبالدرجة، ما يخلوش يرقد في المنام، فلا نعظم الأمر. طيب نصيحتك للجانبين الآن شيخنا حتى نختم هذا معشر السحرة من هذا المقام. اتقوا الله عز وجل، فقد آذيتم كثيرا، قد ضيعتم عوائل، شتتتم أسرا، قتلتم أنفسا، كاين حالة من الحالات والله قريب من موت هذاك الشخص. والله العظيم أنا أتواصل معه نتيجة حال تحلف فيها مرات تقول أنا قلت لك بالسحر، هذا من هذا المنبر وأنا نخاطب العصاة والقساة، تقولها والله غير قلت لك بالسحر، وفعلا هي تزيد كل يوم، رحت لها كل وازت، رحت لها كل وازت، رحت لها كونسير، زجها كونسير وكذا، وهي تحلف في هذيك المرة أنه قلت لك بالسحر، سحر الله. فاتق الله عز وجل، شرك، كفر، قتل أنفس، تيتيم أولاد، اتقوا الله عز وجل. الجانب الآخر الذين يتعاملون يذهبون إلى الصحراء، والله إن الأرزاق لا تدرك بالمعاصي. حبت زوجي بنتك زوجيها بالدعاء الصالح، حبت تجيب رزق لأولادك والأولادك عندهم الرزق، كثرة الاستغفار سبحان الله عز وجل. أيضا أبواب الرزق واضحة يعني تطرق من أبوابها الواضحة أيضا. فاتقوا الله عز وجل، اتخافوا ربي عز وجل، دنيا قصيرة والأعمار قصيرة والعاقبة لكم مشينة. والله أحذركم السحرة وأعوان السحرة والذين يذهبون إلى السحرة، والله إن عاقبتكم مشينة ومآلكم إلى الخسران في الدنيا وفي الآخرة، والله المستعان. نسأل الله العافية، جزاك الله خير شيخنا، ربي يخليك على هذا الكلام الجميل والنصيحة الطيبة. طيب يبقى علاج هذا الشيء كله، يبقى علاج الأنفس والروح، وهذا الشيء تكلمنا عليه القرآن الكريم. القرآن الكريم صح. وإحنا في صباح الشروق مع الزميل كريم سمشا كان زار البراءة الطفولة اللي حبت تختار نهاية الموسم الدراسي تاعها مدارس القرآن في ترتيل القرآن وحفظ القرآن. نشوفوا مع بعض هاد التغطية وهاد التقرير اللي أعده الزميل كريم سمشا على نهاية السنة الدراسية للبراءة.
احتضنت روضة للأطفال حفل نهاية السنة. الجميل في البادرة أنها جاءت على شكل مسابقة لحفظ القرآن. المبادرة اللي درناها تاع حفظ القرآن هذا باش نحفزوا التلاميذ إن شاء الله على هذا بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لك على بذكر الله تطمئن القلوب. هذه كما نقولوا حافز كبير للأطفال تاعنا اللي كما نقولوا يترباوا وينوضوا على القيم الدينية. لا أجمل من زرع القرآن وأحكامه لدى هذا النشء. يعني والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما قال أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فأعظم ما يبثه المرء ويغرسه في هؤلاء الطلبة هو كتاب الله عز وجل. التظاهرة لقت استحسان الحضور. يعني اليوم تثبت المقولة أن الجزائر ليست بحاجة إلى تشييد مصانع ولا إلى إنجاز مشاريع. الجزائر اليوم بحاجة إلى استثمار في أبنائها، في أطفالها، لأنه طفل اليوم هو رجل وامرأة الغد إن شاء الله. هذه هي البراءة وهذا هو الكلام الجميل في هذا الصباح في صباح الشروق اللي حبينا من خلاله نختم فقرة الدين معاملة مع الإمام الشيخ مفتاح عزوز. ما قلتلهمش صباح الخير. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد، نهاركم زين ان شاء الله ومبارك. دونك اكيد الحلقه تاعنا دائما يبداو بالدين ويكون يعني كلام اللي نقدروا نفيدوا به المجتمع ولا حتى دفوا خاصه المراه الجزائريه. دونك مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معايا ومع صلاح الدين واكلي. ان شاء الله تعجبكم حلقه اليوم، يعجبكم مواضيع تاع نهار اليوم. صح، الجميل في مواضيعنا اليوم انها مختلفه متنوعه، فيها تغذيه، فيها صحه، فيها جانب نفسي، فيها كذلك مجتمع مدني. نعم اكيد. كلمه التغذيه كاين واحد المنطقه اللي تحبي نروح انا وتروحي انت؟ نروح بين الزوج. هيا. ما كاينش، قول لي برك اذا ما كاينش خضره. انا نخافك يا نديم، درتها لي خطره. نشوف. صباح الخير نديم. صباح الخير. اهلا. نديم صباح الخير. صباح. كيف حالك؟ الحمد لله ربي يخليك. صباح الحمد لله. يا واش كاين واش ما كاينش؟ اليوم حنقدموا سلطه تاع لو سوروج ولا الملفوف البنفسجي. هذا كاين بزاف اللي ما يعرفوش فاش يوظفوه، بزاف يشوفوه يرهبوه بزاف. انا هذا كيشوفوه فكر الغيجي. هذا باش يفكر الغيجي. صلاح يحبه على بال درتو له. شنو هذا؟ ما نعرفوش اصلا. شوف مغلي خير يعجبك. شوف مغلي. نعم. هو صحي بالك نشوفه عن قرب. صحي بزاف سيرتو يقوي المناعة هو. سي تخي بينيفيك، يعني فيه بزاف لي زافونتاج. جامي شفته في حياتي. شغل دوار على ذاك تشوف. جامي شفته في حياتي. واو سخون. شنو هذا؟ ما يعرفوش لي كيما انت، يعرفوه لي كيما انا. هذا صح. ما نحتاجوش مانا. السلام عليكم. هذا يجي صالح. خيمي تفضل. نعم، عندنا السلطه تاع الملفوف. عندنا لهنايا دولما كانت درنا بالملفوف. صافي اليوم منيو كاع بالملفوف. صافي راسها ملفوف يقدر كيما نقول لك يكفي باش ديروا فيها مقبله، طبق رئيسي وتحليه. تخي بيان. نعم. ويبقى كيما قلت لك تخي بينيفيك دونك. نعم. جيماجين المقبله راح تكون صحيه ومن بعد ندخلوا شويه في ليتا سوفل. عندنا لهنايا، عندنا لهنا راس من الملفوف اللي قسمنا على اربعه. هنا استعملنا غير هذه الكميه قليله برك، تقدر درنا سلاطي كبير تاع لا سلاط. واش درنا لها؟ عندنا كميه تاع الملفوف، عندنا زوج حبات تاع الجزر، حبه تاع الفلفل الاخضر، وحبه تاع البسباس. هذوما كاع نرابيوهم كامل ومن بعد ندير لهم صوص فينيغات. هذا ما كان انا لهنا شوف درت لهم طون المايس هنا اختيار يعني. داكوغ. هو لازم بصح هو شنو هو يحب لا فينيغات، يحب يتشرب. صافي
نديروا لا صاله تاعنا كما نقولوا احنا نربيوها ومن بعد نديروا لها لا فينيغرات نخلوها كما احنا نقولوا تترشرب شويه تشرب مليح خاطر هو لازم له يتشرب باش ينحي له هذيك الرائحه ويحب القارص بزاف. داكور صافي لا فينيغرات تاعنا واش درنا لها؟ درنا حبه القارص مليحه، درنا كميه تاع زيت الزيتون باش تقعد صحيه كما نقول لك باش ما نرابيش شويه الريجيم تاعنا، كميه المعدنوس، سنه تاع الثوم، وكميه تاع مغرفه صغيره تاع الموطر، وشويه تاع الماء، نديروا نميكسيوها مليح، ومن بعد نخلطوها في الملفوف ديالنا. كاين واحد لاسالاد نديم صلاح جو سي با لك انت عارفها، سي اون سالاد امريكان يديروها بهذا سميتو الكرومب. كرومب نعم تخي بيان، دونك الكرومب يديروا به ويديروا واحد لاصوص يخدموها بالفرماج ريجيم يخدموها وتجي هكا شغل صوصي. تجي شغل ايوه هي بخاس كيما هاد لا فينيغ باك نزيدوا لها لهنا فرماج ريجيم من الداخل. تخي بيان ومايونيز. مايونيز هنا هذه كي نحبوا كي هنا كنحبوا نعطيو شويه نزيدوا لها شويه تاع المايونيز هنا كل واحد واش يحب. حنا صار لهنايا البلا تاعنا واش حنديروا؟ عندنا لهنا دي مورسو تاع الدجاج. هنا نطيبوهم صوص روج واش ندير لهم؟ ندير لهم حبه تاع البصل، زوج سنه تاع الثوم، حبه تاع طماطم، نميكسيوهم مليح، نقليو بهم الدجاج تاعنا، خاطر حندير لهم صلصه حمراء، واش ندير لهم توابل؟ عندنا لهنا ملح، فلفل الكحل، راس الحانوت، وشويه تاع العكري، نطيبوا الدجاج تاعنا صوص روج نورمال عاديه، صافي زدنا لهنا راس الحانوت، خاطر كل واحد واش يدير لها على حسب الذوق، انا درت لها راس الحانوت باش نبدلوا لها شويه الكو تاع الملفوف هذايا. ونخلوها طيب الدجاج تاعنا، كي طيب الدجاج تاعنا نحيوها على جانب نحمرو. عندنا واش عندنا؟ لهنا عندنا ربع قرن تاع الملفوف اللي كنا غليناه باش نغليوه باش نحلو شويه تاع الرائحه، درنا له سنه تاع الثوم، شويه تاع المعدنوس وورقه تاع الرند. هنايا نغليوه مليح ونقطروه مليح، ومن بعد ضفنا له لهنايا كميه تاع الدجاج مفروم او اللحم مفروم، كل واحد واش عنده. نديروا له حبه تاع البيض، نزيدوا له التوابل، ملح، فلفل الكحل، راس الحانوت، وشويه ملعقه تاع الطماطم الصباره، وملعقه صغيره تاع العكري، صافي واش درنا في الطنجره؟ نديروا في لي كروكات تاعنا، نزيدوا له لهنا زوج ملاعق تاع المايزينا، نعبزوا مليح الملفوف تاعنا لازم يقطر مليح باش لا باش ما يتحللناش، ومن بعد اللي ما عندوش اللي داروا دي مورسو كبار يقدر يدير في اشوار يرحيوه. حنا لهنا قطعنا صغير دوك نعبزوا يقدر يتعبز لنا فاسيلمون. كنا نخلطوا له الدجاج المفروم هذاك والتوابل اللي درناهم ملح فلفل الكحل راس الحانوت والطماطم المصبره والعكري وزوج ملاعق مايزينا وحبه تاع البيض شويه تاع المعدنوس نشكلوا كريات ومن بعد نديرهم داخل هذيك لاصوص اللي طيبنا فيها الدجاج. ومن بعد نعاودوا نسدوا نشبحوا نحكموا الطاجين اللي يدخل في الفرن ولا نشبحوا هذاك الدجاج كامل نزيدوا له هذوك لي بولات وندخلوا يتحمر شويه في الفرن. باش نبدلوا له كاع الذوق تاع لهنا عندنا العصير تاعنا، العصير كيف كيف اللي حنخدموه كاع بالملفوف، هو قلت لك عصير بزاف صحي هذا، سيتو يقوي المناعه، سيتو احنا دوزنا الفيري تاع كورونا فقدنا كاع المناعه تاعنا، صافي دوكا لازم واحد الماء يعاود يريكيبيري شويه. واش درنا؟ احنا عندنا باش نبدلوا عندنا لهنا كيف كيف عندنا ربع تاع ملفوف، صافي يكون واحد فيه 200 غرام بق. زدنا له لهنايا زوج حبات تاع تفاح ولا تحب زوج حبات تاع النجاس، هو التفاح ولا النجاس كل واحد باش يبدلوا الذوق تاعو. عندنا لهنا العسل، عندنا زوج ملاعق حتى ثلاثة تاع العسل حسب الذوق، عندنا عصير برتقال، وعندنا ريتلا تاع الماء. صافي واش نديرو؟ نميكسيو كامل هادو ما بارد في بارد، بلا ما نفصلوا حاجة على حاجة، نميكسيوهم كامل ومن بعد نصفيهم، اللي يحب اللي يحب شغل يخلي هذوك اللي يموت على واسمهم. حبيبات تاع التفاح والاخر يقدر يخليهم، اللي ما يحبش هذاك باش ما يتحصلش على هذوك الحبيبات نصفيهم ويتقدم بارد بيان. خبي انا حيب ندوق الجو تاع لي شو كيفاش حيجي؟ ومن بعد تشوفوا النتيجة. جامي جامي جربتها. علاش نحب نديروا حاجة اللي الناس جامي دارتها باش يقدروا يجربوا باش ما يرجعوش يرهبوا من الحال. أنا درنا ثلاث طرق تاع الملفوف باش الخطا الجاي يقدروا ما يجربوا حاجة ولا باش ما يرهبوش من الحاجة. ميم دي فوا كيكون عندك في الدار ولا تقدر توظفوا. وي سيرتو صح. نعم. نستقبلوا مكالمة نديم مع بعضنا. الو الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور. اهلا اهلا بك. يعيشك. واش راكي؟ لاباس الحمد لله وانتيا؟ والله الحمد لله. تهبلي تهبلي الله يبارك. يعيشك ميرسي. نموت عليك. ربي يخليك ميرسي بوكو. يعيشك. يعيشك. مرحبا معك ام شيماء من قسنطينه. اهلا بنات قسنطينه مرحبا. يعيشك. يعيشك. على بالي تحبينا احنا تاني نموت عليك. نحب وي جادور. على بالي على بالي. واش راكم صافا لاباس وليدك لاباس؟ صافا الحمد لله يسقسي عليك الخير. يعيشك. الحمد لله. الحمد لله. صباح الخير صلاح. صباح الخير سيدتي واش راكي لاباس؟
والله الحمد لله، وانتم على بس؟ الحمد لله. انا نغير شويه الدواء هكذا تقولوا الزهر على لا ربي يخليك. ما شاء الله. واش راكم انتم لاباس؟ التربيه. واش راكم لاباس؟ والله الحمد لله، وانت لاباس؟ والله الحمد لله. قولي لنا، عندك دراري في الدار؟ عندي بنتي اسمها شيماء. الله يبارك. شحال في عمرها شيماء؟ 6 سنين. 6 سنين جوستومون اللي عليكم نحوسوا. 6 سنين، هل تلقاي صعوبة في التغذية ديالها، في الماكلة ديالها، كيفاش تعاملي معاها؟ لا لا، بسلامة الله تاكل كلش. صحتها تاكل كلش مسكينة، الحاجة اللي نحطها لا تاكلها. ما شاء الله ما شاء الله. الخضرة والخضرة والفاكهة تاكلهم عادي؟ تاكل هيك شفتوا الفاكهة. تسمع غير انا حالة تبارك انت تبارك. اسمع نادم غير يا قول لي يوم شيماء كاش ما حابة تشوف معنا فيوكرا في لاكويزين، وش حابة تشوف معنا وصفات ولا فيوكرا؟ والله الله يبارك، الشيف نادم طب، جربت الوصفات تاعه والله بكل ناشين. ربي يخليك. الله يسلمك. برافو نادين. يعطيك الصحة. زي ما كاش ما عندك موضوع حابة تشوفوا معنا ولا حاجة؟ والله راكم كيما يقولوا مكفين موفين، وبارك الله فيكم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. عيشك والله ديما طوب. الله يبارك. ربي يخليكم. ربي يخليك انت يعيشك. طلعوا على قلوب الناس، الحاجة اللي نحبوها ديروها لنا. يعيشك. هذا شرف لينا وشرف فريق برنامج صباح الشروق. يعطيك الصحة وشيماء. يعيشك يعطيكم الصحة وبونجورني وربي يخليك لكم ديما طب. ربي يخليك. يعيشك. معايا باي باي. قولي مع السلامة. باي باي. خليك طيب. اليوم انا عرفت الجيوش فيه اليوم، تسمى فريمان دناش. ما تجيش كاع. ما نضرش كاع الفم، تخدمي من الفم وانا قاعد. هذه كانت احنا ما نعرفش نقطعها. خليني نحطها لك ديكور تلمو. لا لا خلاص. ديكوري لك ولا بالكاغوط. لا لا خلاص. تخي بيان. دونك نديم خليك المخرج مازال ما تلاقيتوش معك. زينو. زينو زينو ميري راح يرافقك في كل المراحل، تحية كبيرة لي. الله يعطيكم بون كوراج. وانتم متهيئين نتلاقاو معكم في بقية المحطات بعد هذا الفاصل. عودة لكم يا ناس، يا أحلى ناس وأحلى ناس اللي دائما يختاروا يبداو نهاركم مع صباح الشروق. دائما نقول لهم عملتوا مليح، والآن نظن أنه خلاص الآن ندخلوا أصحاب امتحان لمقاعد وقاعة الامتحان. اليوم عندهم رياضيات على ما أعتقد، اليوم عندهم رياضيات والحال البارح قالوا باللي التربية الإسلامية كانت سهلة شوية، عربية كانت في المتناول، فإن شاء الله اليوم كذلك تكون في المتناول. تربية إسلامية وعربية وكاينة حاجة. جوزوا ثلاثة البارح، أنا سمعت باثنين اللي قالوا عليهم باللي كانت كانوا سهلين، كانوا في المتناول. رياضية بس سمع شوكي شوية. رياضيات وتربية إسلامية. ممتاز. رياضيات وعربية وتربية إسلامية وتربية مدنية العشية. جوزهم كامل. سمع شوكي وي. على حسب سمعت أنا التربية الإسلامية والعربية وش سمعت أنا في الحل. لا ما نسمع. قال لك باللي خدموا مليح. كانت كان كان في المتناول، فان شاء الله اليوم كذلك يكون الاسئله في متناولهم والنسبة النجاح تكون كبيره. المهم اجتماعيات على بالك. صح تكون هكي جوزي زهره. الزوج تاعي كونتر صغير اللي نقولها بون كوراج. ان شاء الله بالنجاح. ان شاء الله بالنجاح سواء التعليم المتوسط ولا البكالوريا ولا حتى الجامعات. وي ان شاء الله يا ربي. الحق وقت التغذيه اللي يحبها صلاح، فقره اللي تحبوها انتم ثاني تحبوها مشاهدينا، دونك نكتشفوا مع بعضنا موضوعنا تاع نهار اليوم، صحتك في ماكلتك بعد هاد الجينجل. صحتك في تغذيتك ولا ماكلتك نفس الشيء نفس الشيء. فاليوم في هذا الصباح دائما صح، فاليوم في هذا الصباح في يوم الثلاثاء اللي تعودتوا عليها في صباح الشروق نستقبلوا جيهان ابراهيميه مختصه في التغذيه. صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير عليكم. بونجور جيهان. استضافه. مرحبا بك. شكرا لك على دائما على تلبيه الدعوه وعلى الاطلاله اللي دائما توفق هذا المشاهدين ويكتمل المسلسل. نعم اكزاكتومون. حقنا للطفل نورمالمون باش داك تبعوا معايا. انا الحلقه الثالثه من دوره الحياه. انا جايه كان الناس في الطفل. المره اللي فاتت هضرنا على الرضيع وكيفاش نبداو ندخلوا له الغذاء الصلب في التغذيه ديالو اليوميه. كملنا معاها هكا نهضروا على الطفل الصغير، يعني نقدروا نقولوا ابارتيغ دو 3 ans 3 سنين سنوات وطلع قبل ما يلحق لادوليسونس. ورهقه كيفاش يقدر ياكل الطفل هذا؟ دونك كيما هضرنا المره اللي فاتت على بالنا باللي الطفل كيكون يكون رضيع ايتترا الاحتياجات تاعو الطاقويه تكون صغيره بزاف، يكون ياكل بين الحليب تاع يماه والتغذيه الصلبه اللي ندخلوها له. طيب ابارتيغ دو 3 ans نقدروا نقولوا باللي الطفل تاعنا يولي ياكل تقريبا كيما حنايا، يعني نكونوا خلاص دخلنا له كل المجموعات الغذائيه
اللي ناكلوها حنايا ما عندوش دي سبيسيفيتي ولا دونك هنايا لونفون ولا الطفل ابارتير دو 3 زون لازم نعرفوا باللي عنده احتياجات يعني سبيسيفيك ليه اللي يسحقها هو في هذا اللاج هذا للنمو تاعو على خاطر الاعضاء تاعو مازالها تزيد تنمو وهنا من كاين ثاني نمو سريع يطوال بالخف الوزن تاعو راح يزيد على بها لازم نعرف واش ندوا له ياكل باش صح ينمو بطريقه طبيعيه بصح بلا ما نمدوا له بزاف ونطيحوا في هذيك السمنه اللي رانا نشوفوا فيها بزاف هاد اليامات عند الاطفال صح جيهان خلاص نقدر نقولوا بعد ما نخرجوا من فتره انه يكون رادع ويولي طفل يولي يقدر ياكل كما الناس كبار اها صحيح اكيد هذا الامر ياكل كما الناس كبار هنايا سا ديبون دونك صحيح انه يقدر كما قلت لك ياكل كما الناس الكبار على خاطر يعني المكونات ولا التغذيه تاعو راهي متنوعه وياكل كل حاجه حنا نقدروا ناكلوها لكن النوعيه سي بون دوكا الكميه دوكا طفل صغير كي نحطو معايا انا في لاطابل اسكو ني حنمدلو نفس الكميات اللي ناكلهم انا لوجيكمون نو لكن تلقاي اكثر مني تلقاي اكثر مني اكزاكتومون في حقيقه رانا نمدو لهم كيما حنا ولا قل ولا اكثر نقدروا نشوفوا ما مش حنقول في الاغلبيه لكن نقدروا نشوفوا في بعض الحالات وين لاسيات يعني الصحن تاع الطفل يكون كيما الصحن تاع البالغ ولا الواحد كبير وهنا يكمن المشكل على خاطر الطفل تاعنا الاج دو 3 زون ولا ابارتير دو لاج دو 3 زون يسحق حوالي 1200 سعره حراريه 1200 كالوري ما قد ما يزيد في العمر يبدا يطلع 1600 1700 بصح ما راهوش رايح يلحق للاحتياجات تاع واحد كبير بالغ كيما حنا يعني سا ديبون نقدروا زعما انا 2500 سعره حراريه صلاح الدين زعما 3000 ما نقدروش نعطوا له نفس الكميه دونك هنا كي سقسيتني اسكو ياكل كيما واحد كبير ولا لا ياكل كيما واحد كبير في النوعيه دونك لا كاليتي تاع الماكله راهي نفسها راهو ياكل نفس المجموعات الغذائيه لكن الكميه لازم نمدوا لها يعني on apprête une attention particulière لهاد الكميه على خاطر لونسون اذا مدينا له ياكل اكثر من واش يسحق كاين اللي ما ياكلش كاين اللي حيقول لك نون شبعت سي بون بصح كاين اللي ياكل يبدا يوالف ياكل كميات كبيره اكثر من واش يسحق وراهو رايح يخزن هاد الكميه الكبيره في الجسم تاعو على شكل شحمه ولا دهون ومن هنا تبدا هذيك الحلقه تاع بدنه مع مرض السكري بعيد الشر مع مرض الشريان ومع نبداو نتقدموا في هذه الامراض اللي راهي في السلسله مغلقه. مع الاسف هذا الامر شائع في الوقت اللي رانا فيه عند الاطفال. انا نشوف بزاف كاين دي زيتود تنداروا في الجزائر على الاطفال في الابتدائي. ونشوفوا باللي كاين نسبه كبيره تاع بدنه وسمنه راهي عند الاطفال بالنسبه للسنوات اللي جات. داكوغ. سي بور سا اللي وهذا صح راهو بالك عائد لو مود دو في تاعنا انه الطفل دوكا ما ولاش يتحرك بزاف كيما بكري حنا كنا نخرجوا نلعبوا كنا نتحركوا ما كانوش عندنا هاد الوسائل الالكترونيه لي تابلات دوكا ثاني الاولياء صح ولاو يخافوا ما يخلوش ولادهم يخرجوا دونك صح هذا ثاني عنده دخل في هذا الشيء على خاطر الطفل لازم يتحرك وهذه معلومه ثاني مهمه دوكا الاطفال انا نهضر على الدراسه ولينا نعطي اهميه كبيره للدراسه لازم تقرا لازم تقرا لازم تقرا ما عندوش الوقت باش يقوم بحركه الوغ كو لو ام اس ريكوموند او موان منظمه الصحه العالميه او موان ساعه تاع نشاط بدني في اليوم عند الطفل دونك صح ما لازمش ماشي لازم تكون ساعه على ضربه نقدروا نقسموها صباح شويه يعني باش نعرفوا بلي الطفل لازم يتحرك هذه داخله في الطبيعه تاعو دونك ما نقدروش نحرموه من هذا النشاط البدني اللي راهو رايح ياثر عليه في حياته كامله بعيد الشر جيهان هذه يعني هو كما قلتي فرط في التغذيه يعني واحد اللي ياكل بزاف ولا اللي يجيغ با لابيتي تاعو يعني طفل صغير كاين ثاني دي زونفون اللي ما عندهمش لابيتي صحيح يحبوش ياكلوا ويبوجيو بزاف او ميم طون وتلقاه ياكل شيبس ياكل حوايج هكا سقايط دي تخيكو شوكولا يعني ياكل حوايج ما فيهمش فايده وحنا على بالنا بلي ما فيهمش فايده مي كي نشوفوه ما ياكلش خلاص نقولوا خير ملي يموت زعما مدهم له بركه واش رايك؟ هذا العكس صحيح انه اكسسوار الطفل ياكل بزاف اكثر من لازم ولا حنا نمدوا له بزاف ولا ما ياكلش مشكل في كلتا الحالتين هنايا يدخل دور المحيط تاع الطفل والام تاعو والاب تاعو على خاطر هما اللي يديروا اللي يديروا له اون ايدوكاسيون نوتريسيونيل يعني توعيه ولا كيما نقدر نقولها توعيه اللي عندها علاقه بالتغذيه الام ولا الاب اللي راهم مع ولدهم في الدار سي فري كي يشوفوه ما ياكلش يخافوا
دونك يولوا اي حاجه يتقبلها راح ياكلوها. بصح حنا لازم نعرفوا حاجه انه صحيح مثلا كي نمدلو انايا شيبس ولا راهو ياكل، لكن هذه الماكله ما راهي رايحه تمدلو والو، ما راهيش رايحه تفيدو ولا تمدلو المغذيات اللي يسحقها باش ينمو طبيعيا، وراهي رايحه تضرو اكثر من حاجه واحده اخرى. دونك هنا نبداو ديجا اولا لي بارون لازم اللي يكون صغير يكون فريمون صغير يعلمو له ياكل، كما قلنا الرضيع نبداو ندخلو له الخضره، نبداو ندخلو له الفاكهه ملي يكون صغير، ونتفاداو له قدر الامكان كل ما هو سكريات زايده، دي جو هذوك اندستريال، لي كرواسون بزاف، على خاطر في لوغو في الذوق بنان، دونك اون فوا يوالفهم صعيب تعاودي ترجعيه للخضره، دونك من الديبي لازم لي بارون والمحيط، على بالي نقول المحيط يعني اذا عنده خاوته ولا خواله ولا ما يروحوش يشجعوه باش ياكل لي شيبس بزاف شوكولا، هذوما لازم يكونوا اوكازيونيل، نقولوها يعني من العمر يكون عمره صغير لازم نولفوا له ياكل خضره، فاكهه، نشويات. مثلا ان انفون تقول لي ما يحبش ياكل الفاكهه ولا نقدروا نلقاو له حاجات واحد اخرين نبدلوها، مثلا لي فروي سيك يعني الفواكه المجففه حلوه بنينه نقدروا ثاني تمدوها له كي يكون صغير. انا نعرف دي زونفون في بالهم زبيب حلوه تلمو حلوه وبنينه، دونك لازم حنا اون بروفيت دو سيت اوكازيون ونتفاداو له هاد الحاجات اللي يقدر يولي ما يقدرش يستغنى عليهم. اون فوا سي بون لونفون تقولي لي خلاص دوكا سي ترو تار كيفاش ندير راهو ما ياكلش ولا راهو ياكل بزاف، هنا التغيير لازم يكون تدريجي على خاطر الطفل مازالو صغير ومازالو يستوعب ومازالو قابل باش يتبدل. يقول لك لونفون سي كوم اون باتا مودلي يعني عجينه كيما تولف له يوالف ويكبر على هذيك الطريق، دونك حنا من دوك ميم اذا الطفل عنده بعض العادات السيئه من الاحسن نبداو نبدلوها له تدريجيا، ما لازمش بين ليله ونهار نقول له سي بون ما تزيدش تاكل هذه ما تزيدش تاكل هذه، لا نبداو نقصوا الكميات، اذا كان ياكل ان شيبس باغ جور نولو نمدوا له شيبس في ثلاث ايام، اذا ياكل يشرب غير هذوك العصائر المصنعه اللي نلقاوها برا نبداو نديروا له عصائر في الدار ونزيدوا لها الالياف، يعني كي نعصروا مثلا تشينا ما نعطيولوش غير الماء هذاك، نزيدو نرمو له شويه الالياف تاعها هذه. كما دار اللي شافنا ديما زروديه. اكزاكتومون، خاطر الالياف مهمه بزاف، راهي حتعدل نسبه السكري في الدم تاعو وتخليه تكون عنده طاقه ايجابيه، طاقه مليحه، مش هذيك ليبر اكتيفيتي اللي نهضروا عليها. دونك سي بور سا لي توجور اون فا اكومباني لونفون، نعاونوه باش يبدل هاد العادات تاعو تدريجيا باش ما يكونش عنده شغل لا رياكسيون انفيرس ما يتقبلهاش تماما، لا قد لا معاه بلا ونولفوا له. تري بيان، نكمل باك اون بتيت بارتي تاع لا كيستيون باش ما نتبحرش. الادويه اللي يمدوا لهم باش يقويوا مكملات غذائيه؟ نو، الادويه باش يفوتوا تفتح لابيتي ولا باش يوليو ياكلوا. وي سا اكزيست مالوغوزمون، جو بونس على بالك بلي سا اكزيست. وي سا اكزيست مالوغوزمون، دونك هنا اول حاجه الطفل كي يكون ما ياكلش بزاف ولا لابيتي تاعو مغلوقه نروحوا نشوفوا الطبيب تاعو البيدياتر تاعو وهو يشوف، على خاطر عنده واحد المنحنى يتبع فيه الوزن معنا اكزاكتومون ويشوف اسكو راهو في لي نورم ولا لا ولتماك على حساب واش شاف الطبيب تاعو اللي يقدر يقول لنا واش نديرو اسكو ادويه ولا ما يمدلو. في اغلبيه الاحيان ما يمدلوش ادويه كما قلت لك، يبداو يفتحوا له شيء واللي يشريهم وحدهم يروحوا لافارماسي يقول له اعطيني دواء اللي يحل لابيتي. سي سا، دونك هنايا اول حاجه حبيت نقولها سكو لازم نروحوا عند الطبيب، خاطر الطبيب هو اللي يقرر واش نمدوا لوليدنا، ما نقدروش نروحوا حنا براسنا نشرو واش شفنا حاجه في اون بيبليسيتي ولا جارتي دارتها ولا حايبه ولدي سمان، على خاطر راني رايحه نضر وليدي، على خاطر هاد الادويه اللي يفتحوا الشهيه في اغلبيه الاحيان كي نحبسوها الشهيه تبقى مفتوحه ويولي ما يكونتروليش روحه، على خاطر هنا معلومه مهمه، طفل عنده لا كاباسيتي الامكانيه باش يتحكم يعني يحس بالشبعه ويحس بالجوع تاعو. نعم داكوغ، دونك حنايا لازم نتعلموا نحترموا هذا الاحساس اللي عنده، لو كان حنا نسيفوا عليه نقول له بالسيف حبس هذه ولا بالسيف كل وهو يقول لك شبعت يولي ما يحترمش هذا الاحساس تاعو بالجوع والشبعه، وهنايا يولي ما يعرفش يحس وشنو هي الشبعه وشنو هي الجوع، تما نقدروا نلقاو نلحقوا في اون سيتياسيون وين الطفل كيكبر يولي ياكل بلا ما يحبس، وكاين بزاف امهات كي نشوفهم يقول لك وليدي كي كان صغير كنت نسيف عليه الماكله وما يحبش ياكل. هذيك تكمل الطبسي، كمل تبسيط تاعك، كمل تبسيط بالسيف صح، اكرام الصحن. لا لا صح، شوف انا في انا في انا في لازم نحط لهم دي بتيت كونتيتي وبصح يكمل صحنه. لا لا هي هاد النقطة مهمة تاع نحترموا الإحساس تاع الطفل، خاطر الطفل كي يقول لك شبعت شبع، كي يقول لك حتى ولو مشيت ماكلة والو لا
هنا يعني ابارتيغ دو كيلاج هو يعود كونسيون ويعرف الشبع من الجوع. ابارتيغ دو 3 زون ابارتيغ دو 3 زون إلي كونسيون إلي كونسيون. صح صح. نازي انا اليوم دراسة مصر عليها راهي مركزة زهرة رايك. نازي 3 زون 4 زون الله يبارك. ابارتيغ دو 3 زون طفل يحس بالشبع والجوع تاعو، لازم نحترموا هذا الإحساس تاعو. كيقول لك شبعت معناتها شبع. لازم حنا وشنو نشوفوا ونتاكدوا باللي الطفل راهو ياكل الاحتياجات تاعو، ياكل قيس الاحتياجات تاعو اليوميه. يا نشوفوا باللي الطفل تاعنا ما راهوش ياكل تماما ويقولنا طول طون رانا شبعانين، هنا يا راهو يشرب الحليب بزاف يا راهو ياكل ماكله ما فيهاش فايده اللي هي في اغلبيه الاحيان سكريات. صح صح. دي جو اندستريال ولا ماكله ما فيها حتى فايده، على خاطر هذه اللي تغلق تغلق الشهيه. صح على بالك هذه بالعين بالتجربه كما نقول ناكد هذا الامر. عندي في عندي في البيت بنت اختي مع الاسف لما يكون عشاء ولا غدا ما تحبش تاكل وتلقاها ما بين الوجبات. علاش؟ كما نقولوا احنا تسقط يعني تاكل هذوك الامور. هذا قاطو هذا قفر هذه حلوه، فهذا الشيء اللي اثر عليها في الغذاء ديالها. هو يقول لك الطفل قبل الوجبه ساعه ونص قبل الوجبه حتى ساعتين قبل الوجبه تاعنا ما نمدولوش ياكل ماشي جوع. فوالا خاطر الماكله بين الوجبات ماشي ماكله، لازم لنا الوجبات الرئيسيه هي اللي فيها فايده، هي اللي حنمدولو فيها واش يسحق. جيهان واحد كي كنت صغيره كنت نحير في لي فامي يديروا مفتاح في الفريغو. حنا بابا كان يدير هذا. مي لا جو كومبرون. كيفاش هادي؟ يديروا يقول لك تخبي لهنا قالوا شنو الخزانه اللي فيها الذهب. مي فينا ما يزون غيزون باسكو انا دوك انا جي كيما كي تلقانا جي ما كاش قال الفريغو هكا يخير في الخزانه تاعو. دونك اون بو با لي جيري يعني فريمون تقعد تعس عليه هذوك لي دوزور دو طون باسكو كي جوع لازم نديرو مفتاح. جيهان تنصح بالمفتاح؟ لا لا على خاطر عباد يقول لك كل من زاد عن حدين قلب الى ضده. لو كان انت تمنعه من الماكله ويشوفك بلي راك تقوم بهاد الحاجه باش تمنعه من الماكله يولي يسرق الماكله ويتخبى غير بغير باش ياكلها. يعني شنو انا خلف معتي تراويح سبحان الله. صح. دونك كيما قلت لك الطفل تدريجيا توجور سوبتيلمون يعني ما لازمش نمنعوه على خاطر عنده دوكا اللي راهو يكون في الشخصيه تاعو راهو يكون في الكاركتير تاعو وهذه حاجه طبيعيه. دونك حنا ما لازمش نروحوا كونتخ الكاركتير تاعو. سي بوغ سا اللي كيما قلت لك كاين بزاف اللي يقول لك كي كان صغير وليدي صغير كنت نسيف عليه باش ياكل ونقول له نحتم عليه الماكله، دوكا ولا ما يحبسش من الماكله. في المراهقة نشوفه ما حبسش من الماكلة. علاه؟ على خاطر قد ما سيفناه ولا ما يعرفش ما يحترمش الإحساس تاعو بالشبعة، يكمل ياكل، نقول له كمل الصحن تاعك، لازم تكمله، هو راهو يكمل ياكل، مع مرور الوقت يولي ما يعرفش وشنو هي الشبعة وما يحبسش من الماكلة، كي يكبر يولي عنده شراهة. كي يكبر يولي ياكل ما يعرفش وقتاش يشبع. مع الأسف. يعطيك الصحة جميعا. خلاص الأسئلة تاعك زهرة عرفتي كلش. مازال باك المشكل تاع الفريكو هذا يلزم نقعدوا. نديروا له حبيلة هذيك تاع الخيط. فوالا قولها صحة لأنه احنا نديها لها. ميرسي يعطيك الصحة نورتينا بوجودك. صحة زيد روح نورنا الكوزينة. شكرا على الأسئلة تاعكم. مرحبا. حسين روحنا دراري صغار ولا نسألوا فيك. وي جيهان حبيت نديك عند شيف نديم لأنه عندي واحد السؤال لك. تفضلي معنا ممكن تجي؟ يلا شيف نديم نجيب لك واحد الضيفة. زهرة وش هي الحاجة اللي قلتي لي عليها هذه نسحقوها باش نشيانو؟ الكرنب. شو صح جيهان لو تأكدي لنا هذا الأمر. الوغ لي شو يهضروا عليهم بزاف باللي ملاح. كاين لي سوبو شو يهضروا عليهم بزاف يقوموا بهم يعني باش يديروا دي ريجيم. نعم بصح لو بروبليم سي كو ياكلوهم كل يوم نلقاوهم ياكلوها كل يوم غير لا سوبو شو. سي غراف هنا وين ماشي ملاح. درتها مره قريب هبلت عن تجربه يعني على خاطر اللي شو ما فيهمش بزاف سعرات حراريه هما يشبعوا فيهم بزاف الياف كيامروا لنا كرشنا بصح ما فيهمش طاقه بزاف ما فيهمش سعرات حراريه بزاف بصح ثاني ما يمدولناش كل يعني المغذيات اللي نسحقوها. سي بوغ سا اللي مليحه لا سوبو شو كيما لي سوب الاخرين يعني مليح انه ننوعوا فيها لكن باش تولي هي الغذاء تاعنا اليومي وناكلها غير هي ماشي مليحه. لكن فيها بزاف فيتامينات وفيها بزاف معادن ملاح كيما قلت اللي تعاوننا باش نعمروا كرشنا بلا ما ناكلو بزاف. دونك مليحه الناس اللي تحب الشيان. تخي بيان يعطيك الصحه جيهان. انا ناكد لك انه المينو اليوم تاع الشيف نديم ياكلوه كاع الدراري صغار غير صالح. لانه هذه كما كنت تقولي عودوهم من صغرهم انهم ياكلوا خضره ياكلوا فاكهه حتى كي يكبروا ما يكونش عندهم مشكل. بصح ما نكثرولهمش كما حصل بيا الشيف نديم. شغل عندك طفل صغير هنا تدخل له الماكله بلا ما يفيق. صح دارها لي مع زروديه واليوم يهضرها وين راح يزيد يديرها. بصح لازم تذوق لازم تروح تذوقها
باش تعرف الذوق تاعها، خاطر ميم لي زونفون دي فوا ما يحبوش ياكلوها، يشوفوها خضراء ما يحبوش ياكلوها، على بالي احنا لازم نقعدوا عفوا نحاولوا معاهم، خاطر ممكن في بعض المرات يقبلوا الذوق هذاك ويعجبهم. خليك مع الشيف نادم تشوفي وين يلحق الامور، الشيف نادم تفضل. انا برك نجيب العده نعيمه ديك الساعه. شكرا لك. هذه درنا لاصوص تاع هادو ما سيدي كروكا تاع شفنا دي محطونا برك. داكوغ هنا درنا لهم الريحه راهي تعبق. لا لا خاطر صالح ما يحبش الخصا في درت له الشريحه تاع ها اسمعي ها يتهلاو فيا انا صافي درت له هو له هذه سبيسيالمون له. داكوغ صافي الزهره درت لها لاصالاد درت لها الديسير وخي ديزان بلا درنا لوش تتحرك. معليش خليه باش ياكلها صالح. هاي يعطيك الصحة شفنا ديم ربي يخليك. حبيت ريحي ريحي جي انا. ميرسي بوك يعطيك الصحة شفنا ديم. الله يخليك. انا جبت لك هذه من عند نعيمة. ربي يخليك. تجيبها كما؟ لا لا خليها هنا. هذيك سي لاصالة هنا راطينها كلها. نعم قوتي واش مازال ما طاب لا لا لازم تذوق هذاك. لا لا مازال. يعطيك الصحة شفنا ديم شكرا لك. ربي يخليك. جي امرا هي مختصة التغذية ديالنا. تفيدك تفيدك كي تجيك تصدم لك الكوزينة هكا. عندي سؤال خاطر راني نشوف يحط في لي كروكيت واش راك ديرهم هنايا؟ هنا درت شويه هنا درت الماء وشويه كنقليت على الزيت على باش لي كروكيت تاعنا يشدوا روحهم وما نرمهم في العصوص. راني نشوف بلي ما واش يقلي فيها نقدروا نديروا لي كروكيت بلا ما نقليوهم ويجوا بنان كان نشوف بلي ماشي زيت. صافي ما ندخلوهم في الفرن صافي ندو ديك التحميره تاعهم في الفرن صافي ما كان لا نقليوهم. اكزاكتومون يعطيك الصحه. ربي يخليك. يعطيك الصحه انت ثاني جيهان شكرا على حضورك معنا وعلى دائما الفائده اللي تقدميها لنا من خلال الفقره ديالك صحتك في تغذيتك. يلا مباشره بعد المطبخ التغذيه وهذه الامور روح على فاصل قصير راجعين بعده لاكتشاف امينه ميناس واكتشاف كذلك سميه الطراوي واش جابوا لنا نهار اليوم. هاي الزروق يتسائل ويتصيب لهنا ولهنا نقول لك شوفي صباح الشروق. وي بكل تواضع. تبيع تحيه كبيره ليها هي في لي شونسون تاعها نحسوا لا في نحسوا سي فخي سي تحيه كبيره ليها ولكل الفنانين اللي يطلعوا عليكم مشاهدينا عبر بعد تواصل برنامج صباح الشروق. ديفوا نحطوا تاع المشيق العربي بصح يبقاو تاعنا حلوين. حلوين صح مام غناهم بساطتهم لا ميلودي تاعهم جميل جدا. نعم دونك صالح متواصلين مع مشاهدينا في بعد في بقيه عفوا المحطات تلتحق بنا الزميله امينه ميلاد. امينه بونجور. صباح الخير زهره. صباح الخير. لاباس؟ الحمد لله. يا دراسه ما خلف العدسه. شكرا. اذا ككل ثلاثاء مرحبا بكم مشاهدينا في فقره خلف العدسه لكن بعد هذا الجينجل. نعم إذا الإرادة تدفعك نحو طريق الكفاح لكن العزيمة تبقيك على هذا الطريق ولكن حتى النهاية. بهذه المقولة للمنتجة والت ديزني نستهل فقرتنا لنهار اليوم فقرة خلف العدسة. مقولة اليوم تنطبق على حديثنا لنهار اليوم اللي هو النوادي الطلابية. أسعدت باستضافة نائب رئيس نادي إبداع للإعلام والميديا الرقمية بجامعة المسيلة السيد محمد شريف. مرحبا بك محمد. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وبداية أشكرك على هذه الدعوة وأشكر قناة الشروق على هذه الدعوة الكريمة وأشكر المتابعين اللي مشاهدوا فينا هذه اللحظة. نورت لنا بلاطو صباح الشروق. أهلا بك. إذا مواهب إبداعية إنجازات فكرية وحركة ثقافية علمية كلها نقاط أو بالأحرى أسس بناء النوادي الطلابية كل هذا راح نشوفوه في هذا الروبورتاج. بقوا معنا. آفاق جديدة تفتحها النوادي الطلابية تعد متنفسا من الحياة الجامعية البيداغوجية. نادي إبداع بجامعة المسيلة خير مثال. النادي يضم مجموعة من الطلبة يملكون مواهب وإنجازات فكرية. النادي يسعى لإبراز هذه المواهب الإبداعية الشبابية وتحقيق حركة ثقافية مهمتها التوجيه الصحيح لميولات الطالب.
النادي شارك في مسابقة جائزة الأعمال الإعلامية لأجل فلسطين التي نظمتها جمعية البركة بالشراكة مع مجمع الشروق. الإقبال والانخراط في هذه النوادي دعم وتشجيع مثل هكذا مبادرات. فعلا امتلاك الشخص لعزيمة قوية وإرادة تخليه يتفوق على نفسه في أي مجال. نادي إبداع هو مجال الإعلام والصحافة. محمد، عرف المشاهد وش نقصد بالنادي الطلابي. نادي الطلابي هو نادي علمي يضم مجموعة من طلبة يجمعهم فكرة واحدة، يخضع لشروط. قبل التأسيس يجب أن يكون معهم مشرف، يكون أستاذ. هذا النادي أي نادي لازم يحدد أهداف تاعو. قال إذا كان إعلامي يحدد شنو هي، يقدم برنامج تاعو، يقدم الأهداف، يقدم المشاريع تاعو، يقدمها تكون تمثل جميعا، ويحدد أيضا المجال اللي حب. نعم. لازم يكون محدد المجال. إذا كيف يعني جاتكم الفكرة أنكم تأسسوا نادي إبداع اللي هو نادي يعني نشيط، يعني الله يبارك ما شاء الله كنا شفنا في الروبورتاج يعني نشاطاتكم متنوعة، فكيفاش جاتكم الفكرة أنت وزميلك ربما إسلام ولهي؟ نعم. وجه له تحية لإسلام من. نعم. هذا المنبر. قبل تأسيس النادي نحن قسم إعلام واتصال عائلة واحدة، يعني ما كانش اي واحد قال يطوع الشخص الآخر في جوز واحد يضيف الواحد الخبرة تاعو. نعم. أما نادي إبداع فتعود الفكرة تاعو، يعني كنت أنا وإسلام مجموعة من طلبة خممنا أنه العمل تاعنا تصل لخارج الجامعة وتكون شرف الجامعة. وكان معنا أستاذ مشرف الذي نشكره كثيرا من هذا الباب، أستاذ دكتور دحماني الذي دعمنا معنويا وماديا من خلال المعدات التصوير ومن خلال مركز الإنتاج الإعلامي الذي يعد أول مركز إنتاج إعلامي في الجامعات الجزائرية. قمنا بانطلاق في هذا النادي، وكان من برامجنا تصدير عدة أهداف منها تمثيل جامعة مسيلة. هو نادي فتي، يعني شحال عندكم؟ عنده من 25 أبريل تاريخ تأسيسه. جديد. عنده يا ربي شهرين ونصف له. ولكن كنتوا يعني ناشطين، راكم تقوموا بحركات. هذا يعود لروح مجموعة. احنا عندنا مجموعة تمتاز بالقوة الاحترافية، عندنا طاقم تقني يضم 7 تقنيين نقدر نقول ويخدم في أي قناة مباشرة. عندنا مثال، عندنا واحد طالب زهير عيش متمكن في المونتاج، في التصوير، في الانفوغراف، في جميع المجالات. عندنا ياسين باقيرة، عندنا فرحة عقون، هذا مختصين في الانتاج السينمائي. عندنا فارس عقاقني عنده شوية جانب تصوير وجانب تحرير. نروح للجانب الآخر تحرير، عندنا أياب القاسمي، شيماء الشاب، هذا مختصين في تحرير المقالات وتحرير الشبكة البرامجية. عندنا سطرنا في إطار النادي سطرنا برامج تكون استثنائية، وهي تقديم أخبار باللغات بثلاث لغات، عندنا الإسبانية والفرنسية والإنجليزية. إذا عندكم يعني فروع داخل يعني. نعم. هو منظم بطريقة. نعم. عندنا طلبة إعلام وعندما شغل عندهم ميول اللغات الأجنبية، مثلا نذكر مني حيوي، عندنا صابرين زغلاش، عندنا ريان ضيف، هذا مكملين في اللغات. قلنا يعني كاين هناك شروط معينة لأي ولا أي طالب يقدر ينخرط في هذه النوادي؟ هو مفتوح للجميع، أي واحد يقدر ينضم هذا النادي، يعني أي واحد شغف بالإعلام يقدر يجي هذا النادي وينضم عادي كأي طالب. مهم يكون عنده شغف بالإعلام. احكي لنا شوية على النشاطات اللي تقوموا بها ولا الخرجات الميدانية كما كنا نشوفوا الآن في الروبورتاج ولا. قبل الحديث عن الخرجات، الطالب بحاجة إلى ممارسة. ونحن كنادي رفعنا الشعار تكوين طالب الممارسة. من خلال هذه النشاطات يعني الطالب راح يكون متمكن وراح يهز خبرة، كل ما يدير دورة تكوينية راح تزيد الخبرة تاعه. أكيد. نظمنا حاليا 3 دورات، دورة في التحرير أشرفت عليها حياة بوخلط، ودورة في التقديم التلفزيوني أشرفت عليها ليلى بوزيدي،
ودوره في تقديم البرامج كان اشرف عليها وسام وحيد، ومازال دورات قادمه ان شاء الله تكون بمجال التقني. نعم، اذا عندكم اساتذه يعني وخبراء عندهم تجربه اللي هما يدعموكم. الدعم الاول في النادي هو محمد الحماني، هو المشرف على اساتذه. ماذا بهم يعني الطلاب يكون عندهم يعني نعم. يجتهدوا لكن بالدرجه الاولى في نجاح النادي هو محمد الحماني المشرف على النادي. هو اللي قدمنا الاعتاد، هو اللي قدمنا الدعم المادي حتى في جانب بيداغوجي. يعني كما احنا ساعات من وقت في قريان نخلوه على جل الاعلام، المهم نوصلوا نشرفوا الجميع. اذا قل لي محمد، هو النادي يعني عباره على متنفس خاصه من الحياه الجامعيه البيداغوجيه، ولكن لازم نتفرغوا ليه خاصه الطلبه. كاين اللي يقول لك ما عنديش الوقت انا اللي ننخرط في هذه النوادي، يعني انت واش تقدر تقول لهم؟ انا كشخص في النادي قدرت نوفق بين التطبيق وبين القراءه. هذا يعود لشخص حد ذاته. اذا كان شغوف هو في الدرجه الاولى الجانب البيداغوجي مش هيعطيه لاباز، مش هيعطيه اكيد، خاصه انه المجال الاعلامي هو مجال تطبيقي. صح، تطبيق. لانه نشوفوا طالب يكون يقرا الجانب البيداغوجي ومن بعد يتخرج ويروح قناه ما يقبلوش، لا ما عندوش كفاءه، ما عندوش الموهبه. لذلك الطالب يحتاج كفاءه اكثر من انها بيداغوجيه. لذلك نرى ان بعض نقولوا ما قراوش تخصص اعلام وعندهم موهبه. هذا ما قراوش اعلام، يعني ما نقدرش نقولوا لازم تقرا اعلام ولا باش تكون. نعم، قل لي الجانب التطبيقي تاعكم كما قلت لنا الان، كنتم نظفتوا خارجات ميدانيه كما كنا شفنا في الروبورتاج، رحتوا للمناطق الاثريه. نعم. وين كنتوا درتوا تقديم ولا ربما روبورتاجات ولا احكي لنا شويه على هذا. كيف خرجت؟ اعطيني امثله يعني وين رحتوا. قمنا باعداد دورات تكوينيه الى مناطق، منها كانت بوسعاده اشرفت عليها ليلى بوزيدي، كانت حول انتاج الروبورتاج. وكانت دوره الى معضيض الذي يشرف عليها المخرج حذيفه بودريح. هذا مسؤول على المركز الانتاج الاعلامي الذي وهو تابع للمخبر بحوث ودراسات ميديا جديده بجامعه المسيله. اهميه هذه الدورات هي ان الطالب كي يخرج الميدان يولي ما يخافش من الميدان ويتمرس. كذلك ان الدورات التكوينيه الميدانيه راح تساعد الطالب انه ينحي الخوف، انه يواجه صعوبات مستقبلا، انه يكون عنده خبره، يعني يتمرن اكثر. يتمرن على تقنيه التصوير، خاصه انه كانت الدورات هذه اساسها التصوير لا تقديم. دور ايضا النادي النوادي هذه الطلابيه وخاصه يعني الاعلاميه تعطيك يعني فرص الدخول سوق العمل، يعني تكون علاقات، تكون كيفاش يعني ناس ربما تكتشف مواهب تاعكم افكاركم. كاين وين شاركتوا يعني في ربما مثلا عندنا عدم مشاركة كانت عندها شاركت يعني ليش شاركت في شهر ماي شاركت في مشاركة عندها مشاركة في أضرار ومشاركة في ورقلة. مشاركة في ورقلة لنت المرتبة الخامسة وطنيا ما شاء الله، نوجه لها تحية نقول لها. ومشاركة في أضرار جات وصلت نصف نهائي يعني، وعدنا وهم امبارح شاركوا في البليدة وصلوا للنصف النهائي وخرجوا. ايضا قمتوا بنجحتوا في نلتوا المرتبه الثانيه في مسابقه. نعم. في جائزه اللي نظمتها جمعيه البركه مع مشاركه مع مجمع الشروق، ونلتوا الجائزه الثانيه في فيلم وثائقي. نعم. انجزته انت وزميلك بوهالي. محمد بوهالي. نعم. كيفاش احكي لنا على كواليس هذا الفيلم الوثائقي اللي قدمته؟ قبل المشاركة يعني في هذه المسابقة كنا نتوقع أن يوصل بعيد. قبل الإنجاز هذا العمل عرفنا باللي كنا متوقعين باللي نديو مراتب الأولى، حتى وشاركنا في أصناف الأخرى، يعني كون شاركنا فيهم في ثلاثة نديهم في ثلاثة. البداية كانت شفت منشورة في صفحة البركة، استدعيت زميل بوهالي به بحكم الخبرة تاعو في التحرير من بعد أرسلنا العمل وانتظرنا شهر وشهرين وكان المكتب كان النتيجه مرضيه، يعني نيل المرتبه الثانيه صنف التقارير صنف الوثائقيات. برافو برافو. اذا احكي لنا على طموحكم يعني سواء للنادي ولا الاعلامي ولا النادي يطمح الى انه كل اسبوع ينظم ثلاث دورات تكوينيه. ثلاث دورات تكوينيه كل اسبوع يكون متخصص، الاسبوع الاول يكون في التقني، والاسبوع الثاني يكون في التحرير، والاسبوع الثالث يكون في مجال التقديم. هكذا باه نخرجوا صحفي شامل.
الهدف من هذه الدورات هو إخراج صحفي شامل، يعني متمكن في المونتاج، متمكن في التصوير، متمكن في التقديم، متمكن في جميع مجالات الإعلام. ثاني حاجة نسعى به نفتح الباب لجميع طلبة لجميع كليات الجامعة، كما سنفتح مساهمات لطلبة اللي نقولوا ما مش مسجلين في جامعات المسيلة، مسجلين في جامعات أخرى، ونفتح لهم الباب المساهمة في أعمالهم. كذلك نسعى لإنشاء برامج بلغات أجنبية، قلنا باللغة الإنجليزية تشرف عليها أماني حيوي وصابرين زغلاش، قلنا برامج المحتوى الديني، عندنا لطرش نور الهدى بمعية صغيري شيماء، عندنا الإذاعة الإلكترونية نسعى به نديروا إذاعة إلكترونية يشرف عليها التقني زهر عيش بمعية فلة حساني. إذا يعني برنامج ثري الله، عندنا برامج وعندنا كفاءات يعني متوفرة إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق لجميع الطلبة. إن شاء الله يا رب. شكرا. نشكرك لحضورك معنا في عدد اليوم في كما نشكر القائمين على الإدارة. عندنا القائم على القسم إعلام واتصال بروفيسور عبد الرزاق غزال، يعني هو متكفل بنا في الجانب البيداغوجي، عندنا متكفل في الجانب العتاد، عندنا الدكتور دحماني وعندنا الدكتور تقي يحيى الدين عميد كليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه. كما كذلك نشكر المخرجين امجد بحال سمو الدين وحذيفه بودريح الذين يشرفون على مركز الانتاج الاعلامي. هذه هي. اذا نشكروا جميع شكون ساهم كما نشكر مدير الجامعه محمد كمال البداري. نعم طبعا نشكر كاع اللي يعود له كل هذا الفضل. نعم كامل اللي ساهموا في انجاح هذا النادي. اذا نشكرك ايضا انت يا محمد على تلبيه هذه الدعوه، نورتنا بلاطو صباح الشروق، نتمنى لك التوفيق في حياتك. قسم التحرير عندنا أيوب القاسمي وعندنا طبعا يعني هذو كل يعني واقفين على لا عندنا متوفر كل شيء. متوفر نعم نتمنى لكم التوفيق انت ونسعى بيكون اول نادي جامعي في الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اذا مشاهدينا وصلنا الى نهايه عدد اليوم من خلف العدسه، ننقل الكلمه الى ثنائي زهره وصلاح. أمينة ميلاس شكرا لك. تفضلي زهره. شكرا لك أمينة، شكرا للضيف نتاعك. مشاهدينا الكرام نلقاكم مباشرة بعد هذا الفاصل في بقية المحطات. برت هذه الأغنية اللي من العادات والتقاليد الجزائرية دائما ما نسمعها في الأعراس خاصة الصيفية، عودة غناها بطريقة عصرية جديدة عبد الله الكرد، تحيتنا له في هذا الصباح. كما بالكم صباح الشروق يحاول يهتم بكل ما هو جميل. أغي ديكو يوم الثلاثاء صباح الشروق. صباح الخير ماريا. كي نقولوا فكره وديكور نقولوا ماريا ايسوس. صباح الخير، مرحبا بك. صباح النور. لاباس؟ صعبه الحمد لله. الحمد لله. الحاله راهي تريح عندك بريحه زكيه كما نقولوا. ما مصاش اللي جبت فيه، ما مصاش انت كنت تعبق. راهي تعبق اليوم. الحاله راهي صابون. واليوم ماريا حبيت تكلمي لنا على كيفاش نخلوا الخزانات تاعنا يريحوا برائحه طيبه. مادام بدينا نهضروا على العرايس وعلى الموسم ديالهم، بديتها كيفاش نربطوا الحنة وكيفاش كيفاش السنيوات ديالهم، صح نكملوها كيفاش يقدروا يعطونا سواء كعروسة ولا انسان في البيت عادي. بصح بوكو بليس يستخدموا يديروهم العرايس باش يعطروا الخزاين ديالهم، ولكن كون حطيتها في الخزانة كانت الريحة قبل ما نديروها. صح نبداو نختاروا أي صابون. يعني واش تستحقي كامل الوسائل؟ نسحقوا اي صابون يكون عندنا، نيمبورت كي صابون، كل واحد والمقدور ديالو. نسحقوا هذه. بون دائما انا نخدم كي بديت الخدمه ديالي نقول دائما نديروا العفايس اللي كنا ما نسحقوهمش، ولا كما انا دوكا كنت نخيط، دونك عندي البقايا تاع القماش. هذا قماش مراسم القماش كانوا في البيت تسحقيهم. اوكي انا خير دوكولور هذه تقطع لي زوج. وبالنسبه للحجم ديالها كل واحده والصابونه ديالها، دونك يحطوا صابونه في النص ويشوفوا ابيبخي يشوفوا ابيبخي. دونك انا نحط صابونه هنا مثلا، نحطوا صابونه هنا ونشوف ابيبخي كيفاش. تري بيان هكذا راهي صابه. تري بيان. دونك انا ما نقدرش نمد لهم قيس معين، كل واحده والصابونه ديالو. كيما انا هذه قصه بواحد التفسير كان عندنا في الدار على حساب الصابونه ديالي. ونسحقوا انفان بيستولي باينه باش نزينوا به الحاشيه اللي جامي استغنيت عليها. على بالي دائما حاضره الحاشيه. باش نزين بها. وعندي هنا الشويشه والعقاش. هادو للربطه كما يقولوا. ماشي للربطه. دوك انا كي نغلف الصابونه فنفري تكون تزيين من الفوق. تزيين شويشه والعقاش يكون التزيين. عندي ثاني هنا عقاش صغير. والخيط باش تكون باش نعرف كيفاش نخيطها. اونفا مزيان دخلنا الدومين تاع شويه خيط. تما تسلكيها الدومين تاعي. وي هيا بيان.
باش نخيط طبيعه. طيب يوم باش تغلقي هذا القماش تفضلي تفضلي يلا على كل المخرج راح يتبعك في الخطوات ديالك. عرف الخيط برك كي نحكم الابرة يكون فيها داخل الخيط. اوكي ونبدا ندخل منه وندير هكذا هكذا صاير داير صاير داير ومن بعد هو الخيط فيه داخل ومن بعد نجبد كامل دوك كي تجبد راه هو رايح يتكمش يتغلق ويتكمش كي تغلق ليه راح تولي هذيك شويه فيت ابا نزينها بالحاشيه وشويه عقار وثاني من كل ما تريح في الخزانه راح تمد رائحه عن تجربه انا سيتها الريحه ديالها غير تفتحوا الخزانه راح تجيكم الريحه طبق هاك تخرج ديالك الحوايج كاملين يتلبسوا هكاك. شكرا لك ماريا لكل تفضلي المقعد ديالك مكانك دائما محفوظ. نخلوك مع المخرج ديالنا هو اللي حيتابع مع كل الخطوات ونعاودوا نرجعوا للصاله. عندك زهرة انا دابا نحب نعلق على الاهتمام تاعك القوي جدا كل ما هو صباح شورو تخيب. اذا المشاهدين الكرام من حق الوقت اللي راه كامل هذه الايامات راه يثير اهتمام كل الامهات وكل العائلات هي نفسيه التلاميذ اللي راهم يعقبوا في مختلف الامتحانات على مختلف الاطوار. طبيبك في دارك اليوم راح يناقشنا هذا الموضوع مع المتالقه سميه تتراوي. طيبك في دارك اليوم الثلاثاء كما قالت زهره مع الاستاذه سميه تتراوي. صباح الخير مرحبا. صباح النور سعد الله اوقاتكم. اهلا بك واهلا منوره بالزهور. الله يبارك فيك واياك كذلك. الزهور الزهور هنا الصابون الحاله ما نحكي لكمش. صباح الشروق يعني عيش بالامل هكذا خلي الامل حاضر في حياتك. وهذا راهو جاي التجميل والحاجات الاخرى والحاجات الجميله كذلك نحبوا نشوفوها في المواطن الجزائري والمجتمع المدني. نعم فتره امتحانات فتره خلينا نقولوا الديام هذا باك عامل النفسي مهم جدا خلينا التحضير هذاك تاع الدراسه ولا والكتابات صح مفيد ولكن العامل النفسي مهم جدا في الفتره هذه. اكيد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. دائما دائما نقولوا كل شيء برب ندر يعني من جون كبروا اولادنا من جون مشوهم من جون قروهم من جون وصلوهم الى بوابه الامتحانات النهائيه هكذا تكون نهايه مستوى دراسي يكون عندنا هذاك الخوف الكبير اللي خايفين انه هادو الابناء ما مش حيحقوا الشيء اللي رانا طامحين فيه حنايا. صحيح يقول لك جيب لي الباك جيب لي البيام وهذا كله يعاود يولي بالعكس على ضغوط نفسيه على ابنائنا وخوف كبير تجاههم. لهذا لازم علينا اليوم احنا كاباء ومربين لازم النقطه الاولى اللي نركز عليها هي انه العامل النفسي هو عامل مهم جدا. والعامل النفسي تاعنا حنايا نتحكموا في اعصابنا ونتحكموا في القلق ديالنا والخوف ديالنا هو عامل مهم كذلك باش هو يكون في وضعيه امان وضعيه حب ووضعيه تسليم لاراده الله عز وجل. انا درت اللي عليا والنتيجه على ربي سبحانه. لهذا الاباء والامهات نقولوا بلي لازم اليوم نحافظوا على النمط الغذائي تاعنا النمط الصحي ديالنا والحياه الوتيره العاديه اللي مارفين بتفاصيلها العاديه. وعلى اي تغيير في هذا الجانب حيخليني نغير سلوكياتي خليني نغير عاداتي والشيء هذا ماهوش حيوالفوا الابن ديالي ولا البنت ديالي. لهذا لازم ندير ثلاث نقاط اساسيه كيفاش اني نحافظ على الطاقه تاع الطفل هذا ولا الابن ديالي اللي هو يجتاح في الامتحانات او يجوز في الامتحانات. النقطه الثانيه كيفاش نحافظ على النظام الغذائي وكيفاش نحافظ على نظام النوم ديالو اللي حنساعده في هذا التنظيم. كذلك انه كما نقولوا المحيط والاسره واستقبال الاتصالات واستقبال الزيارات والكلام اللي حيدوروا حيكون هذا كله عنده عوامل مؤثره في نفسيته في صحته في جاهزيته كلها هي عباره عن نقاط مهمه ان شاء الله حنطرقوا لها اليوم. العديد من الامهات يمكن كما قلتي ياكدوا اكثر شيء على المراجعه وعلى الاكل تلقاهم يطيبوا لهم حوايج ملاح يديروا لهم واش يحبوا يشيروا لهم حوايج ملاح يفشوهم ظنا منهم. نعم هي طقوس نعم كما قالت رئيس التحرير سبع زبيبات صباح يتو. لكن الاهتمام الاكثر اللي اليوم حابين نسلط الضوء هو عن نفسيه هذاك التلميذ اللي يكون رايح هو الامتحان. يعني كاين تلاميذ يعني من كثره لو تخاك هذاك يحسوا كلا رايح عند شبح يعني رايح يواجه شبح كبير. كيفاش نعاونوا اولا الامهات باش يرافقوا التلاميذ اليوم هذا واش حبيت انا اكثر نسلطوا ضوء يمكن على الامهات كيفاش يرافقوا لانهم هما اللي قاعدين يشوفوا فينا درك باسكو التلاميذ راهم في مقاعد الامتحان. اكيد الامور هذه كلها عوامل مهمه وهذه تمشي في ديناميكيه
ما كنتش نهضر على الصحه النفسيه، ما نهضرش على الصحه الجسديه، ما نهضرش على النظام الغذائي، ما نهضرش على ساعات النوم، وما نهضرش على الجانب العلاقات، لانه اي كلمه عندها اثارها وبرمجيتها. لهذا لازم انا نعاودوا انه يدير الثقه في الله عز وجل قبل كل شيء. انت بذلت جهد، درت اللي كان، سواء تقصيرا ولا بدون تقصير، وحاب يستدرك النقص وحاب يسترجع الشيء اللي عنده بزاف ما راجعوش وعنده بزاف وقت وهو منقطع عليه، ما نقولوش راح الحال الدقيقه الاخرانيه ونقعد نركز على الايحاءات السلبيه اللي قرا بكري دوكا كروطار مقارنات نعم. مقارنات وامور هاديه، انا نسي يعيطوا لها حاله من كيفاش نقولوا الاسعافات النفسيه. دوكا واش قدرت نسلك مع وليدي نسلكو، يلا حنا نديروا اللي علينا والباقي على ربي. ليسونسييل انت، اهم حاجه هي انت. انا مانيش حابه نخسرك انت، خاطرش الامتحان حيتبدل وحيتعاود، وحتى النقاط حتتغير، يعني مش حتقعد النقاط ثابته، لانه الجهد والادراك تاع الطفل حيتوسع. لهذا انا مش حنركز على النقطه ونركز على النتيجه، نركز على انه كاين علاقه ثقه تكون بين الام والاب مع الابن ديالهم، نركز على علاقة ثقة في الإنسان في حد ذاته، باللي ندير قوائم يعيطوا لها قوائم تحفيز قدراتك وصفاتك، الشيء اللي نجحت فيه في حياتك، ومن بعد نديروا المحبطات، الشيء اللي ما قدرتلوش، وعلاه ما قدرتلوش، وناقشوا هذا الشيء، وفي نفس الوقت ندير العوائق، والشيء اللي منعني، ولا الخوف هذا كل خطرة هو يمنعني، لابد أن هذا الخوف نحيه. ونتعرف على طبيعة الخوف، الخوف أني ما ننجحش، وعلاها نتوقع الفشل قبل ما أني سعى إليه. ما دام قعد لي هذا الوقت القصير وش قادر ندير؟ كاين طريقة القراءة السريعة بين الطرق العلمية في الدقائق الأخيرة هكذا، هي اللي تفصل بين وش قريت عام كامل والشي اللي حتقراه الآن. هي المراجعة بذكاء وليس بجهد، الشي اللي قادر كما نقولوا تصوفيه صوفيه. يعني انا طريقه المذاكره السريعه دائما ولا القراءه السريعه واش نقول لهم؟ المره الاولى نقرا درس كامل، المره الثانيه نخصص العناوين ونطرح معها الاسئله، المره الثالثه نجاوب على الاسئله ونقيم الاجابه ديالي، وين غلطت حنصحح الاجابه. هنا حنكون درت مسح شامل لكل مقرر، مسح شامل لكل دروس، وحنعزز الثقه في النفس تاعي. لو كانت مركز على الشيء اللي هو حيحبطني ويدير لي عائق للنجاح، نقعد دائما التوقع تاعي حيجيب لي النتيجه السلبيه. ولكن كي نبدا نغير طريقه ونغير المعتقد والادراك ديالي، حيخليني في وضعيه مريحه، ويخلي حتى الجهاز النفسي والجهاز الجسدي يكون يتلائم ويتناغم مع هذا الضيف الجديد، وهو الامتحان وليس شبح اللي ما نعرفوش واش فيه، هو امتحان عادي جدا. سمية الكرام، انا حبيت نسقسيك سؤال فقط. في بعض الحالات نشوفوا الوالدين هو راهو داير في راسه انه راهو يعاون في وليده، ولكن هو ضغط سلبي اثر على حاله الطفل، فيخليه يخلي منه هذيك العقده. فكيفاش الان نصيحتك ربما الأولية، فكيفاش هذه الفتره يعديها مع وليده؟ اكيد الابناء هم الفرصه الثانيه لينا باش نغيروا شيء في انفسنا. طيب الرساله الثانيه ليا اللي ما قدرتش نبدل حاجه فيا انا، جات الرغبه الملحه بلي تقدر تبدل مع وليدك، لانه فرصه لتغيير انماط الشخصيه، فرصه لتجاوز الام وجراح نفسيه كانت مرتبطه بالنجاح، مرتبطه بالدراسه، مرتبطه بزاف مخاوف. يعني التحكم في الحاله الادراكيه تاعي، وانني قادره اني نتجاوز هذا من خلال ضبط سلوكيات والعد العكسي، من خلال التنفس، من خلال اني ندير فاصل، معليش خرجت نروح لو كان نص ساعه امام البحر، لو كان نص ساعه في الطبيعه، ندير له انا في نفس الوقت انا راني نتحرر من هذه الضغوط وراني نحرر فيه، مشي غير يدخل جيب تشوف واش درت، نسيت هذه يا اخي كنت نبازيت لك عليها، هذه النقطة ما درتهاش، قادر انك الامور كثير، انه كثير امور قادرين نسترجعوها، قادرين نتجاوزوها، ولكن الاهم هذا انه الوعي تاع الطفل يكون حاضر، ولهاني نقول طفل لانه في مرحلة مراهقة ما بين الجراح الطفولة وما بين الشخصية الواعية والشخص الراشد اللي حيكون، عاونوا انه يدير صورة ذهنية ايجابية على نفسه. لانه الناس اللي نجحت في الحياه هي ناس ماشي شديده الذكاء، ولا هما ناس كانت عندهم شخصيه قويه، قدروا يتحكموا في المشاعر، قدروا يوجهوا الطاقه كيفاش ناكل، كيفاش نرقد، كيفاش نراجع، وميم طون كانوا قادرين انهم يقسموا وينظموا اوقاتهم في الفترات الاخيره من المراجعه. ممتاز.
ممتاز. يعني كاخر سؤال، تحفيز للاطفال والتلاميذ في هذه الفتره، يعني كيفاش نقدروا نحفزوهم؟ اسكو نشريو لهم حوايج؟ اسكو نقول لهم كلام جميل؟ اسكو كيجيو يعني نتغاضوا تماما عن هذا الامتحان اللي كانوا يجوزوا فيه، يعني ننساو هذاك الامتحان نديروا صفحه اخرى؟ كيفاش نتعاملوا معاهم كي يخرجوا من الامتحان؟ اكيد كما ذكرتي وذكر صلاح نقطه مهمه تاع الملابس الجديده، يعني على سبيل المثال السيد لبس باسكيت اليوم راح يجوز اكزامان، الباسكيت هذاك جيتهم صغيره، كيفاش حيكون يقدر يجاوب ويكون مرتاح؟ لبس لباس ماهوش مرتاح فيه، كيفاش حيكون الوضعيه تاعو؟ لهذا احنا دائما نقولوا حتى وحنا رايحين المراجعه رايحين الامتحان واش نقولوا؟ نقولوا انه يدي الساعه تاعو، انه ما يقعدش كل دقيقه يسقسي على الوقت، يتحكم في حاجه انه باش نعاود نسترجع التركيز ونعاود نسترجع كل هذه المعلومات، ما لازمش كل خطره نسقسي على الوقت، نشوف الساعه، ندي قاروره الماء، نعرف التنفس الاسترخائي والتنفس البطني انه يرخي الاعصاب. كاين فرق بين الاي كيو والاي كيو، الذكاء العاطفي والذكاء التحصيلي، باش نقدر نربط بين الذكاءات ونربط بين التركيز ونسترجع الحاله النفسيه. لابد انه هذه كلها عباره عن نقاط نركز عليها، لانه اقل التفاصيل هذه ضروريه ومهمه جدا. نعم. شكرا لك استاذه سميه الطراوي، كانت نصائحك مفيده وان شاء الله تفيد الامهات لما يشاهدوا فينا حتى ينقلوها للاولاد ديالهم. سميه عندك واحد يعقب ولا ما عندك؟ مازال ولادي صغار ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله يعيشك، واكيد كل توفيق لكل الامهات وكل التلاميذ اللي ان شاء الله راهم في مقاعد الامتحان. نهار نجي يكون يجوز نشوفك. ما نجيش ما قعدت له لا كلاس صح، هل ابن تاعها يكون يجوز يشوف الطريقه تاعك باش تعامل؟ نعم اكيد ان شاء الله. اذا المشاهدين الكرام متواصلين معكم في بقيه المحطات، تبقوا معنا بعد هذا الفاصل لنعود. عوده لكم يا احلى ناس، يا ناس طيبين، انتم اللي تختاروا تبداوا نهاركم مع صباح الشروق. لحقنا وقت الموضوع الرئيسي، الموضوع اللي كنقولوا صناع الحدث في الايام الاخيره وشفناه كامل. شكون ما شافش مباراه الجزائر اوغندا؟ شكون ما شافش لما انتهت المباراه ملعب 5 جويليا كان نقي بسم الله ما شاء الله عليه، كان مختلف على المرات اللي كنا نشوف فيها المباريات في هذا الملعب، ولكن هذا الامر وقع بفضل جنود، خلينا نقول لهم جنود كانوا لابسين جليات اصفرة اللي حاضرين معنا اليوم في صباح الشروق. يوسف كريم بن عامر. نعم. هو رئيس جمعية متطوعي الجزائر. صباح الخير. نعم. مرحبا بك. صباح الخير، بارك الله فيكم، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. مرحبا بك. ومعك عضو في الجمعية يوسف السراج. نعم. مرحبا بك. الله يسلمك. تفضل. السلام عليكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة الرائعة. شكرا لكم على قبول الدعوة. موضوعنا اليوم هو دور المحافظ، دور المواطن في المحافظة على الممتلكات العمومية. يعني نعم. هذه يمكن ثقافة، ما نقولوش نقطة لكن منعدمة تقريبا في المجتمع تاعنا، يعني نشوفوا مقاعد مكسرين، نشوفوا ديزاريبيوس مكسرين. دوركم انتم في محاربة هذه الآفة، خليني نقول هذه الظاهرة اللي راهي منتشرة جدا في هذا المجتمع. نعم، بارك الله فيك. احنا على كل حال مثل هذه الظاهرة نتأسفوا منها. احنا سبقنا انه الحمد لله في الحراك المبارك اللي فات انه فوتنا سلميه وكل شيء، ما صلح حتى حاجه. الحمد لله. كيفاش واش خدموا كاع وبعدين يكون تجي مباراه ولا حاجه تشوه الصوره اللي كي صار في بليده؟ لا، قلنا لابد علينا انه نزيدوا نديروا مجهودات اكثر باش نشاركوا الناس، باش نوعوهم انه لهذ الاماكن العموميه ولا لا، ماشي غير التعدلات، ما تعدلها لا، لينا احنا دارتها، لينا احنا نستفادوا منها. وكاين كي نديروا احنا مبادرات كيما هذو، الحمد لله راه درنا في 5 جوي، خدمنا صح، تعبنا اللومبير ماشي حاجه سهله، تطلع لي تيليفون تهبط، الحمد لله وفقنا ربي انه نجحت العمليه، ولكن ما كناش نظنوا انه دير ضجه هكاك. احنا كنا بون فايسيد نسقموا شويه ليماج هذيك تاع المناصر الجزائري، كون على بالك فئه صغيره ولا على بالنا بليك غافتهم عمرهم كيخسرنا في الكاليفيكاسيون، مي كنا كومام هذه هي رياضه. ولكن الستاد شحال يسقام انت باش تخدم لي تريبون، وشحال مره اخرى باش تروح تفرج تقعد على السيمان ولا لا العديد لا. يوسف حبيت ثاني نتكلم معك في موضوع انه كاين ربما بعض المواطنين اللي يقول ملعب
دوك يجي اللي ينقيه، ولو قاعد في الشارع يقول لك كاين اللي يعمل على النظافة هذا الحي، ولا ربما كي قالت زهرة قاعد في موقف تاع حافلة يقول لك معليش كاين اللي ينقي ولا كاين اللي يصلح. فهذه الفكرة شائعة مع الأسف عند بعض شبابنا، فانتم بهذه العملية حبيتوا تعطوا صورة أخرى لأنه هذا ملكنا كامل. لا هذا الأمر اللي نلاحظه بزاف عموما في الشوارع تاعنا. صح احنا من ما نقولوش من واجبنا، ولكن من دوركم من دورنا راح نقوموا بعمليه تحسيسيه طبعا. ماشي غير احنا كجمعيات، يعني اي شخص مؤثر، قولوا اي شخص مؤثر عنده متابعين عنده دي فولورز ولا يقوم يأثر في المجتمع. نعم يقوم بعمل تطوعي ولا وينشر في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني راح في الآونة الأخيرة هذه هذا نشرنا مقطع فيديو صغير، لقى رواج كبير من عند مناصرين ولا كشعب ولا كمواطن ولا أي شخص. يعني هذا مثال بسيط يعني مثال بسيط اللي نشوفوه، وإن شاء الله تعمل هذه الفكرة هذه. نبي الحديث عن الشعب وعن المجتمع الجزائري صالح، وش رأيك نروح نشوفوا زميلتنا إكرام وقراني رزت لنا بعض الآراء تاع بعض المواطنين حول هذا الموضوع، حول الملكية العامة ودور المواطن في المحافظة عليها. نروح نسموه مع بعضنا ونعود نرجع. الاحتفاظ على الممتلكات العامة هي أول حاجة هي تربية دينية، لازم واحد يكون عنده أخلاق في المسلمين. على العلماء قال لك الأخلاق تنقسم إلى ثلاث أقسام، أخلاق بينه وبين ربي، بينه وبين العبد، بينه وبين نفسه. إنسان اللي يتخلق مع ربي مباشرة يتخلق مع العبد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما رواه البخاري مسلم والترمذي وابن ماجه، لعن الله من غير منار الأرض. قيل وما منار الأرض يا رسول الله؟ ينحي شجرة، ينحي براكة، يعني سونسان اللي يروح ليها، ينحي بلاصه تاع الزبل يديرها. هذه هي قضيه التربيه، هذه كلها من التربيه. دوكا هادو الدراري راهم يكسروا لي ديزا غيد بشتهم قدامي. كاين واحد المصطلح واش يقولوا له؟ يقولوا له سوا ديزون حاجه بيبليك باغ اكزومبل، مرافق اللي هي مرافق تاعنا كاع، ندخلوا دي جاردان ولا كرسي هكذا برا سوا ديزون تريحي فيه وتكوني قاعده. لو كان كل انسان لا كومبورتمون تاعو عنده غوبلي ولا ياكل بيتزا، يا يعني للاسف نشوفوا دي ستيديونت يشدوا بيتزا بورتون هذا لو كومبورتمون نورمالمون عند ناس مثقفين. عجل كلمه الثقافه هي مجرد سلوك، وكما يقولوا سلوك الحضاري. هي كاين اهمال في كل ما يدل، وخاصة في المناطق العمومية. كاين زوج حوايج، كاين حب الوطن وكاين القانون كيطبق. إذا كانوا زوج حوايج هذو عندك حب الوطن والقانون المطبق بالعدالة، نرمي كارات نخلص عليها فروسي، نكسر نجوز للحبس، ما خلصش ترى نتشارع، نرمي قوبلي ليه نتحاسب عليه. كاين اللي مربي وكاين اللي ماشي مربي، باسكو هذه داخلة في التربية. انا شغل باش نرمي عفسه، علاش ما احنا حابين كاين لي بوبال كاين كدا. دوك هو اللي نقي اختي مع روحه ومع نفسه، ثم واحد اللي يحب روحه ما يديرش هاد الصوالح. كل راعي مسؤول على رعيته. احنا عندنا هذيك العفسه تاع نشوفوا هذاك، مي نشوف روحي انا الاول. الشعب هذا لازم تضروا في جيبه، الله ترمي حاجه تخلص هكذا باش يتربى. هذا هو رأي الشارع الجزائري. في ميكروفون كرم بقراني، وكان ضيوفنا كذلك نقسم معكم هذه الآراء. رأيكم على هذا الاقتراح أنه لازم تكون فيه معاقبة؟ نذكر أنه فيه مبادرة كانت قامت بها ولاية الجزائر مؤخرا، أنه فيه شباب بالدراجات النارية يجوبوا مختلف الأحياء، واللي يشوفوه دار ارتكب فعل ربما مخالف للقواعد العامة يتم معاقبته. وراح نشوفها كذلك في وهران أثناء الألعاب البحر الأبيض المتوسط. فهل رأيكم مع هذه الفكرة تاع فيه معاقبة فيه؟ بالطبع نعم. ولا احنا كان زادوا ثاني داروا لنا نيميرو فير ولا رقم اخضر انه باش نبلغوا كشعب. حنا كي نشوفوا بليك واحد راح ان ديشارج ما باش في الغابه ولا في البحر ولا نبلغوا نيميرو تليفون صوروا هاولي كلش كان يخصنا. هذا ديجا النيميرو تاعنا حنا الاخر هذا كيخص هذا ما دير ديسبوزيتيف الحال، مي كي ما تقدرش توصل المعلومه في المومو اوبورتون المومو هذاك انت شفته يلوح انت تعيط تبلغ يجوه سير بلاص يلقاو فلاكون. يعني مواطن كيدير غمارك المواطن يقدر يخلق نزاعات ويخلق خلافات شي شجار ويقول لك هذه طريق البي لك انت يعني مش ما جيتش لدارك وما جيتش لدارك ورميت. بس احكي لكم كما تقول رقم اخضر يعني يكون تدخل سلطه. ديجا احنا كيما نقولوا في الصطاد كي كنا تما رانا شاهدوا الصور مع المخرج فقط من اجل كي كنا بين لاميطون ولكن كنا نشوفوا الماتش كنا نسربوا لي ساشيات هذا. صح
دعمك ديفو مع المباراة واحد يقول زعما كلمة هكاك شوية ولا حاجة، احنا نشوفوا في اخويا انا مخلطة انا عائلة انا سمحوا لنا ولا واحد مام الدخان انا قاعدين واحد قاعد قدامك هذا الفيديو نعم لما قمت بالعملية نعم برافو عليكم بارك الله فيك مام كيكون يتكيف يجي يقعد قدامك هكا يتكيف فصطاد واش تقول تقول له نوض ما تقدرش تقول له اخ من فضلك والله غير الدخان نظرني شوية يشوف هكاك ما من اسره كيفاش ديموندي له شغل يقولك اسمح لي ولا عذرني يعاود يدي البلاصه ولا كريمه يطفيه صح صح شغل شي واحد لازم يعرف كيفاش ديموندي وكيفاش نعم واليوم دوركم انتم شفنا انكم قمتوا بالعمليه وقمتوا بعمليات اخرى كذلك في معهد اللي كنتوا زرتوه وقمتوا نعم بعمليه تنظيف ربما وترميم كل ما كان فسد ولا تكسر ولا انا في برج كيفان تاع العلوم الدراماتيكيه هذيك درنا خطره كان اصحاب كاين اعضاء اللي كانوا معنا في الجمعيه يقراوا لداخل قالوا لنا فوالا وكاين احنا رايحين نديروا حفله اتسيتيرا نعرضوا الناس ماذا بينا نديروا بتيت اوبيراسيون نيتواياج ولا ممكن تجوا احنا وشفنا ودرنا العمليه هذيك تاع صبغنا شويه ونطوينا عاوناهم ممتاز هذه ان شاء الله هذه الصور يوسف نعم. الهدف منها بعد هذا وشنو هو الهدف تاعكم لوبجيكتيف تاعكم بعد هاد الصور اللي شفناها؟ الهدف الاول هو نشر ثقافه التطوع هذا هو الامر الرئيسي في الجمعيه تاعنا هنا هو الهدف اللي نطرقوا له وثانيا جعل كل مواطن ان شاء الله متطوع عنده ثقافه التطوع وش راح نقول لكم ان شاء الله هاد الثقافه ان شاء الله تنتشر ان شاء الله لدى الجميع ان شاء الله وربي يجيب الخير ان شاء الله ان شاء الله شكرا لكم هي بلادنا نجحنا نعم اكيد نجحنا كرؤيه تاع الجمعيه تاع لا فيجن تاعنا احنا انه لازم ان شاء الله المجتمع الجزائري يكون مجتمع ايجابي ماشي يشوف واحد يطيق وشو يدير على راحه من بعد حتى ما هذاك المتطوعين من المتطوعين هذو كي يروحوا يطيقوا بعد يطيحوا للمورا لا ابروف نقول لكم برك هذه بالك ما احنا كي نطوينا في الصطاد خرجنا واحد 300 صاك داير واحد الوكالة الوطنية اللي فات اللي عطاتنا هي الساشك وسائل نطوينا حتى وين طفوا لي بروجيكتور خلاص طفوا لي بروجيكتور ومن بعد قاعده سهله جمعنا واحد 300 صاك ولا خرجنا عاجل عندنا المدير العام تاع المركب الاولمبي شكرنا وقلنا بارك الله فيكم وقلنا ماذا بيا لو كان تعاودوا تفضل في فقط في الصوت فيها ربما المخده اللي بعدك اللي خلفك فوالا هذيك ديرها على جنب هكذا نظن انه الخلل تم تصليحه تفضلي تفضل المدير تاع المركب الاوكو مركب محمد بوضياء نعم شكرنا وجل عندنا بيرسونيل مو نعطي لكم جميل اها باش ندخلوا للصطاد بون دوما كاين واحد شغل عيط لنا ما عجبوش الحال كان لي تريبي نيميرو 1 2 3 ما نيطويتوهمش كيفاش يعني علاش بصح كيفاش ما نيطويناهمش قال لي لا لا انتم تبعثوا لي فوتو راكم ديروا زعما هكا ولا لا يا اخي احنا نفهم لك انتم علاش احنا ما عندناش يعطيك الصحه احنا ما عندناش مش ما عندناش انا جمع جورينا على واش هذا نقوموا به نعم وكولي خلونا ندخلوا يعني مجانا يعني تاع الملعب حتى وين دخلتوا بصح علاش هكا ما فهمتش حبس ايماجين قالها لي مع لي بينيفول كانوا معايا طبعا من المعنويات شغل على انا علاش قلت الكلمه هذه ماذا بنا انه هذ المسؤولين زدت فضلك هذ المسؤولين يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الجمعيات مع المتطوعين حنا كمجتمع مدني ما عناش خالصين ما عناش كيفاش نفرسي شنو يعطيك الصحه حنا دور كمواطن اي وكيفاش انا ديجا باش نتغلب على نفسي محن 5 جوي ما عناش بكتري بنت 5 جوي بك الدروج باش تطلع ماشي زعما دروج درجه هذاك باش تنيطوي 5 جوي ومن بعد يجي يقول لك لا لا ان شاء الله حتى نشوف ان شاء الله المباراه هذه ماذا بينا المسؤولين هذول الاخر هذو
يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع المتطوعين. ممتاز. العملية 5 جويلية اللي قمنا بها كانت عملية تحسيس أكثر من عملية تنظيف. طبعاً. بارك الله فيك. اللي قمنا بها، لكن الناس فهمتها بطريقة أخرى. نعم. هي إن شاء الله في لقات يعني صدى إيجابي جداً. وإن شاء الله في مباراة أخرى ماشي الناس لابسة هكذا جيليات، إن شاء الله مشجع جاي يشجع يكمل المباراة يرفدها. أنا بشوفت العين في كأس إفريقيا 2019 لما كنا في مصر، مناصرين جزائريين كانوا هما اللي مرمى خرجوا من الملعب، مرمى بحنا مع كوديفوار هما نقاو الملعب هما رفدوا. فهذه الثقافة لازم تكون عند المواطن الجزائري. كانوا معنا هذوك المصريين زوج اللي زال في مصر، كانوا معنا وعجبهم الحال. جميل جدا. مروان قروبي هو اللي دان حفزنا في عبر الانستغرام، هو اللي دان الستوري البارح انه داير مان في لاباج لاباج الصباح راني نشوف تليفون فيبري ما فهمتش واش معناتها، نشوف لي 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 ميساج كيما انت كيما هذا لي بينيفول شوفي في الجروب شوفوا طلعت وزاد وشكرنا هذا وذاك خلاص صافي بليزير. شوفي في لي باج تاعك انت المنتخب الوطني يشكرك، ولا تشوفي صاموتي صاموتي يقول لك نزيد كاش ماتش واحد اخر نزيدوا لنا نروحوا نطويو. علاش تم هذه هي بارابور كي يجيك واحد يقول لك أو ما نتويتليش الآن ندير طروه. معليش هذه يعني ان شاء الله نواصونا بوجودكم. بارك الله فيك انتم، يعني فخورين بكم جدا وتكونوا احسن مثال لكل هاد الشباب اللي راهم يشوفوا فيكم. شرفتونا بحضوركم، يعطيك الصحه. اذا ممكن برك نشكر جمعيه الدرجه الخضراء اللي تعنا بالجرين بايك الاستاذ حميد، ثاني الجروب الما، وكان ثاني خونا تاع سير بيبيكا تاع برج كيفان اللي كانوا حاضرين معنا في المدرجات كنا نظفوا، والمناصرين اللي تفاعلوا معكم. وحنا عليكم درنا عينه على موضوعنا الرئيسي، موضوعنا الرئيسي كان دور المواطن في المحافظه على المرافق العموميه، جبناكم كعينه لانكم صنعتوا الحدث والمواطن شافكم ومشجعين شافكم حتى الرساله تمر كما يجب. نعم. شكرا لكم على الحضور وانتم مشاهدين. شكرا يا عيسى. ودوما مشاهدينا الكرام بقتنا اخر محطه هي محطه الجمال. صح. كوني اجمل، معك هنا دانيا بعد هذا الفاصل. عاد لكم مشاهدينا، ما كان كنت قلت لكم بلي الجمال راح يكون بعد الفاصل، دونك دون اطاله كوني اجمل بعد هذا الجينجل. كاهينا بونجور، صباح الخير زهراء. الله يسلمك. صباح الخير. صباح الخير عليكم. الحمد لله منوره بالغار. الله يسلمك ربي يحفظك. يعيشك. كيفاش كاهينا؟ بون اليوم جبنا موديل تاعنا، راح نهضروا على العيون الصغيره. بون هي عينيها شابين الله يبارك لا بوبيا تاعها. بون دوك نفهمهم شنو كيفاش تكون العين صغيره. العين صغيره بون الحبه تاع العين تاعها راهي باك شابه، كاين عندهم شفرتيهم طوال شابين، وشنو لا بوبيا تكون قصيره. بالنسبه لنا احنا كخبيره التجميل كي تكون لابوبيا قصيره نقولوا العين صغيره، يعني العيون ماشي مبطنه. كاين مبطنه وكاين تكون لابوبيا زهره، تكون لابوبيا قصيره. صافي ما عندناش ليسباس وين نخدموا. تري بيان. باش نعطيك حاجه الاولى مش طلع حاجب ديالها المتاعي ما جبتوش ولها. تري بيان. نعملها نملأ لها الفراغات باسكو سي تري امبورطون الحاجب كي نخدموه مليح. مليح فوالا فوالا بالنا بلي الحاجب. عطيني برك لو فيكساتور زهره. اوكي هنا تو سي هنا شي هذا هذاك هو نشمخ بالفيكساتور ندير شويه في يدي كي ما يكونش عندي الماء نقدر نخدم بالفيكساتور. فوالا كيفاش نعرفوا الحاجب كيكون لا بوبيغ تكون قصيره. حلي عينك ايمان كي تشوفي هاد لو تري زهره ما عرفتش اسكو يبان معاك هاد لو تري كيكون هذايا تري هذايا كيكون صغير صافي لا بوبيغ تاعها قصيره. ما عندناش ليسباس اونتر الجفن والجفن المتحرك. داك اونتر لا بوبيغ اي لا بوبيغ موبيل. الحاجه الاولى لازم كلها ايفي ناتورال بيان سور. نملؤوا الفراغات وين يكون عندنا شويه الفيد نعمروه لها شويه. مانيش حنفونسي ولا بزاف باسكو هي ديجا شعرها فونسي والحواجب هضرنا ديجا عليهم قلت لك الا درناهم فونسي ورايح تبان كيما نقولوا تبان سيفر. حنعطي لهم جوست اون فورم ايفي ناتوريل. والعيون صغيره زهره ما لازمش نديروا لها الالوان الغامقه. داكور ما لازمش نديروا لها الالوان الغامقه باسكو الا درنا لها الالوان الغامقه راح تزيد صغار.
هضرنا ديجا على الكونتورينغ، قلنا كي نحبوا نصغروا المكان نديروا له لو فرونسي ما نبينوش كيما نقولوا، وكي نحبوا نبينوا المكان نديروا له لو كلير. سي لا ميم شوز بور لي زيو. داكور. الا درنا لها الفرونسي عينها حتولي صغيره حتزيد صغار. بون درنا اون ادوني جوست شغل عمرنا جوست الفراغات. مور ما نمشطوا الحاجب نروحوا ديريكتومون لو كونسيلر باسكو سي تري امبورطون الحاجب كيكون. نروحوا توجور لو كلير زهره. اوكي توجور لو كلير. دونك تي تنقص في لا راني نعطي لا فورم باش علاش لا فوبيير كي تجي مرفوده لا فوبيير راح تبين العين كبيره باسكو سي تري تري امبورطون. دوكا لا توندونس راهي تاع الحاجب يكون خشين على بالنا يا اخي بلي الحاجب راهو خشين. بون الكونسيلور هذاك نمشطو على قاعدتك على اوكي بلقنا جوست الفراغات ما حبيتش نديره لا فونسي درناه كلير. شوفي ديجا كي درت غير الكونسيلور هذاك لو تري ماهوش يبان لي لو تري هذاك اللي شفناه من قبيله ماهوش يبان فوالا. دوكا ما راهي دايره ني فون دو سان ما يدير والو يدير غير اكران توتال فوالا. عطيني برك هذيك لابغوس زهره نعاود نمشطو الحاجب باش يعطينا ايفي ناتشورال. معليش عندي اون اوتخ بغوس فوالا. نروحو لي كولور كلير فوالا. سي اميزون على فوالا زهره صباح الخير صالح اسمح لي ما شتينيش قبلنا هنا يضحك اسمح لي هذا وين جيت عطيت لك لابغوس باسكو اليوم كي كنت حنهضر على الماكياج على بالي بلي انت تقولي هذا خاطيني فوالا فوالا. دوكا راني مشت لها الحاجب تاعها زهره هنا راني حنخدم لها لو كونتورينغ بلو بانسو اي ستامبور. هذا البانسو تاع الدمج كيما نقولوا راني هنا دوكا راني حنخدم لو كونتورينغ هنا راني حندير بلاصه نديروا لها لو فونسي تري بيان فوالا با ترو فونسي. دوكا راني حنخدم لها لو كونتور. كيفاش نخدم لها لو كونتور؟ حنا نديروا خط وهمي. شتي هذاك لو تري حل عينك ايمان شتي لو تري تحور راهو هنا لتحت مي انا حنطلع حنطلع الحل فوالا باش تتحل. برك المرايا باش دونك دير لو فونسي من الفوق ولو كلير توجور. بون كي تشوفي هكذايا راح يخلع شويه مي سي نورمال. وليس كيفاش نستومبي وندخلو ونخرجو برا نخلو هكذا باش ما تبانش هذيك لا ديماركاسيون ما تخليش فوالا تمام. الصوت تاعنا شاك فوا نمسحوه. انا خليك تكملها ومعاك المخرج راح نطلع على ماريا واش دارت فيها ونعاود نرجع لعندك كاهين. اوكي ماريا نوجيت الوغ يا ريت برك المخرج نطلب انه يرافقني باش نشوفوا ماريا راهي في اخر لمسات. ها ماريا نفسي ما كملت هادي بخير. انا رحت شفنا هادي. ها ماريا جا. ماريا جا. صراحه تري بيان. دونك شوفوا معايا ماريا لو ريزولتا فينال تاعها. دونك جو سي با شكون يقدر وين عند انا عند حسام. تري بيان فوالا. اون بليس ريحه تاعها تهبل. واش قلت لك سي مانيفيك. ساشي كاع ميم زعما هذوك اللي يديروا دي كادو ولا هكا يروحوا لي بيل فامي تاعهم مليحه تحطها لداخل في لو بانيي. سي تري تري بو هادي في البلو فوالا. ميرسي ماريا يعطيك الصحة. دونك كانوا هادو هما لي دو زاستيس اللي مدتهم لكم ماريا باش تحطوهم في لاغموار ودير لكم اون بون اودور ولا حتى كيما قلت لك في لي باني هادوك تاع الكادو تحبي ديهم كادو. وي تري بيان ماريا يعطيك الصحة ما بال. ميرسي بوكو زهرة لا فالت راني نحوس عليها. يعطيك لا فالت كاينة يعطيك فوتو. ماريا يعطيك الصحة ميرسي بوكو. نعاودوا نتلاقاو مرة ان شاء الله مع ماشي تدابير اخرى ان شاء الله. يعطيك الصحة تري بيان. يلا كاين ربما كملت انا خلي تقضي نديم واش دار. هاي كشف نديم حتى نضربوا طلع على النتيجة النهائية. تفضل. نعم احنا لهنا درنا لا صالاد كفيفة على الملفوف الاحمر اللي شو فيولي ولا الشروط كل واحد اش عيط له. هنا درنا الدولما كاني تاع لي شو اللي درناها بالدجاج ودرناها الدخل بالبولي اشي وتماك عصير الملفوف اللي درنا مزيج بين الملفوف وجو دورونج. هاي جات طبيعيها ما حملتش كاني وحدي في الكوزينه. اها سي تري بون. واش يبان لو كو تاعو؟ ما ما يبانش كاع بلي ادي وعاودي ولا ادكا هنا. اوكي صح شفنا ديما يعطيك الصحة. انا اليوم ما ندوق والو ياك
دارت تقدر دوق هذا اسمعت شو اسمعت شو اليوم ما كاش كيما قلت لي زهره تري بيان دونك هنا دونك جا وا تري بيان دونك درتي الخط الوهمي فوالا درنا خط وهمي دوكا هنايا ليكستريميتي تاع العين تاعها لازم نفونسيوها شويه وشنو يروح شغل ديغرادي كيما نقول لازم له الدمج والدمج ياخذ شويه وقت سي تري بو يعطيك الصحه منا حاجه خفيفه كيما قلت لكم برك هضرنا غير على لا تكنيك تري بيان باسكو سي سا برون ان بو دو طون مي هضرنا شي على لا تكنيك كيفاش رسمت لها الحاجب عمرنا الحاجب الفيد هذاك ومن بعد درنا لها خطوه من فوق لو تري هذاك وين عندنا طلعنا تشوف معايا انا اوكي فوق العين بون مازال ما كملتلهاش الماكياج هنا من جو دون فوالا شويه لي تكنيك فوالا رسمنا الحاجب تاعها ايفي ناتوريل افيك ان جيل ولا تقدري بلا بودغ ولا كريون مارون يكون كلير توجور اوكي تمشطي لها الحاجب تاعها تعمري لها الفيد هذاك بالكونسيلر شغل طراتيت لها الحاجب تاعها بلو كونسيلر ومن بعد درت لها خط وهمي افيك دو مارون كلير تقدري تخدميه ميم بلو كونتورينغ شتي نخدمو به لو كونتورينغ تقدري ديري لو كونتور فوق لو تري تاعنا هذاك ناتورال نطلعو توجور للفوق ديما الفوق ونيستونسيوه للبرا ومن بعد نديرو توجور لي كولور كلير وهنا لابوبيير موبيل هنا في الجفن المتحرك توجور في العين صغيره لازم يكون كلير 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 باش كيما نقول لك نفتحوا العين نعطولها نعطولها دوك الجي هذا بسم الله صحتك صحتك بنين تري بون مشاهدينا شاهدناكم بالجنه يعطيك الصحه شفنا دينا شكرا لك زهره شكرا لك اختمي ولا نجي نختم وين تحبين نختموا اليوم راهو البلاطو الله يبارك يلا نختموا منا شكرا لك زهره شكرا لك شكرا لك شكرا لك صلاح يعطيكم الصحه تري بيان مشاهدينا الكرام نقول لكم بون كوراج لولادكم ان شاء الله تفرحوا بهم اليوم يجيبوا لكم ان شاء الله اخبار جميله جدا وساره يعطيكم الصحه على المتابعه تاعكم بقوا اوفياء لبقيه برامج الشروق بقوا على خير غدوه ان شاء الله يلا مع السلامة